السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. معلش هو النت فيه مشكلة شوية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة زي ما اقول لكم عن الليزر والبرنسبلز بتاعت الليزر سيرجري والدرماتولوجيك انديكيشن بتاعتنا. زي ما بقول لكم، الليزر ما عادش رفاهية ان انا اعرف ليزر. بقى لازم اعرف ليزر سواء هشتغل او ما اشتغلش، لازم اعرف ليزر دلوقتي. ما عادش رفاهية بالنسبة لي ان انا اعرف ليزر. طيب يا جماعة، كده قولوا لي بس كده الامور اوكي عشان نبتدي. يلا. طيب، اعتقد ان الامور دلوقتي الصوت وصل. انا مش عارف مالها النهاردة في ايه. طيب اوكي، نبتدي نتكلم يا شباب عن الليزر. ايه هو الليزر ده؟ يعني ايه كلمة ليزر؟ ليزر ده يعني light amplification of stimulated emission of radiation. light amplification of stimulated emission of radiation. ايه يا عم الكلام اللي انت عمال تقوله ده؟ ايه light amplification of stimulated emission of radiation؟ يعني ايه؟ ده اختصار كلمة ليزر. تمام، عشان نركز قوي 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 في الكلام بتاع النهاردة ده. طيب، ده اختصار كلمة ليزر. كلام جميل قوي. طيب، عايزك تقول لي يعني جهاز الليزر ده عبارة عن ايه؟ جهاز الليزر ده عبارة عن ميديوم سوليد او جاز او ليكويد ميديوم، هي اللي بتطلع منها الطاقة، وبامب او باور سبلاي، اوكي، واثنين ريفراكتوري ميرورز، وحاجة بتوصل الطاقة اللي بتطلع. اوكي، طيب الطاقة اللي موجودة دي في حالة ثبات، لما بتاخد الميديوم اللي موجود ده في حالة ثبات، لما اي الكترون فيها بيجين الفوتونز او بيجين الانرجي، بيحصل له اكسايتيشن ويبتدي يعمل ايه؟ يعمل عملية تحفيز للي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا، ويوصل الليزر ده عن طريق الايه؟ الفايبر اوبتيك، ويطلع لي في صورة ايه؟ نضة. جميل. يبقى اللايت امبليفيكيشن اوف ستيميليتد ايميشن اوف راديشن، ده الديفينيشن بتاع كلمة ليزر. لو سمحتوا، ليزر ما عادش رفاهية، ما عادش ينفع ما بقاش عارف ليزر. انا كدرماتولوجيست لازم اكون زي ما انا بعرف بولس ديزيز، لازم اعرف ليزر، لازم اعرف بوتوكس، لازم اشتغل او ما اشتغلش بقى، دي حاجة يعني تانية، لكن كدرماتولوجيست لازم اعرف كل حاجة. تمام، على الاقل بيبقى عندي فكرة عن كل حاجة. فاحنا بنتكلم النهاردة الليزر، قلنا ديفينيشن يعني ايه جهاز ليزر. نركز بقى مع بعض. طيب، حلو قوي. في بعض المفاهيم كده لازم تترص قدامي، اوكي، في بعض المفاهيم كده لازم كلنا نبقى عارفينها. اوكي، طيب النبضات اللي خارجه دي بتخرج في صوره من اتنين، يا اما كونتينيوس يا اما بالسد. كونتينيوس او بالسد، اوكي. كونتينيوس ده ستيدي جدا، بس ايه؟ بس بلو انرجي. تمام، بلسد دي very short بس high energy. في حاجات بقى quality switched، تمام، دي very very short و very high energy بالبيكو ساكند والنانو ساكند، دول هما الايه؟ الكيو switched lasers. تمام، يبقى احنا عندنا المود بتاع الاميشن بتاع اي شعاع ليزر حاجة من ثلاثة، يا اما continuous يا اما pulsed او ultra pulsed يا اما الايه؟ quality switched. اوكي، بس عايزين نركز قوي يا شباب مع بعض في الكلام اللي جاي ده. يعني مش معقول ده اهم الاجزاء في الجلدية. يبقى ده الاميشن بتاع اللايت خارج بالطريقة الفلانية، يا اما كونتينيوس يا اما بالسد او الترا بالسد، يا اما ايه؟ حاجة اسمها كواليتي سويتشد، يا اما حاجة اسمها كواليتي سويتشد. جميل قوي. شعاع الليزر ده لازم اعرف شوية مفاهيم عنه. طب ايه الفرق بينه وبين اللمبه النيون ده؟ شعاع الليزر ده ايه الفرق بينه وبين اللمبه النيون؟ لا، حاسس فرق كبير قوي قوي قوي. اقول لك انا الفرق بينه وبين اللمبه النيون. رقم واحد، مونوكروماتيك، كل الاشعه اللي خارجه عندها ذات الويف لينس. هقول يعني ايه ويف لينس بعد كده. كل الاشعه اللي خارجه عندها ذات الويف لينس، كل الاشعه اللي خارجه عندها ذات الويف لينس.
ده كل معنى كلمة مونوكروماتيك، يعني ده زي ما تجيب كده المثلث ياه وتدخل الأشعة زي الكلام بتاع الفيزياء، وتدخل الأشعة تخرج من الناحية التانية 10,000 ضوء، لا ده هيخرج ضوء واحد. أوكي؟ ده هيخرج ضوء واحد. يبقى أول حاجة في الكريتيريا بتاعة الليزر مونوكروماتيك، مونوكروماتيك، مونوكروماتيك كولميتد. تاني حاجة الكولميتد، يعني ايه كولميتد بقى الكلمة دي؟ كولميتد دي يعني البيكس بتاعت الليزر بتاعت كل شعاع بتحصل مع بعضها. يعني الشعاع انتوا عارفين هو لو بيك ولو ريميشن بيك وريميشن بيك وريميشن، البيكس دي بتحصل مع بعضها مش عكس بعضها، او يعني بتبقى سنكرون مع بعضها. كوهيرنت، تالت حاجة كوهيرنت يعني الشعاع ده ما بيحصلوش دايفيرجنس، الشعاع ده ما بيحصلوش دايفيرجنس من ساعة ما بيخرج لحد ما يلمس التارجت بتاعه او يروح على الجلد، ما بيحصلوش ايه دايفيرجنس. جميل. طيب يبقى انا عندي ثلاث كلمات لازم اعرفها: كولميتد، كوهيرنت، مونوكروماتيك. ده الخصائص او الخواص بتاعة شعاع الليزر. نضيف عليهم حاجتين كمان، ان هو المود بتاع الاميشن كونتينيوس وبالسد او الترا بالسد وكيو سويتشد. يبقى دول اول مفهومين لازم يبقوا في دماغي عشان ابتدي نبني بقى اللي جاي. طيب حلو قوي. طب يا عم انت عمال تقول لنا من ساعتها الويف لينس وزي بعض وجنب بعض وبتاع ده، مش تعرفنا يعني ايه كلمه ويف لينس دي؟ يعني الاول يعني احنا عايزين نعرف الاول يعني ايه ويف لينس. طيب الويف لينس الديفينيشن بتاعها هو الديستنس ما بين كل اتنين بيك. واخدين بالكو؟ الديستنس ما بين كل الاثنين بيك بسميه الايه؟ الويف لينس. انا عايز اوريكم عشان نبتدي نشوف صور مع الكلام ده. الديستنس ما بين كل بيك بسميه الويف لينس. تمام؟ طيب جميل قوي. دي رقم واحد. رقم اتنين، الويف لينس دي بتختلف باختلاف التارجت. بمعنى ايه؟ في حاجات شورت ويف لينس وفي حاجات لونج ويف لينس وفي حاجات ميديوم ويف لينس. يعني انا عايزين هوريكم كده رسمه عشان نعرف موضوع الويف لينس دي. طيب بصوا كده معايا، شايفين الرسمه دي بتقول لك ايه؟ انا عندي الالترا فايلوت ده. تمام. الالترا فايلوت ده عاده من 300 ل 400. جميل. طيب من 400 ل 700 دي حاجه عندي اسمها ايه؟ الفيزبل لايت. من 700 لما بقى الاخر بتاع النير انفراريد والايه والفار انفراريد. تمام. يبقى انا عندي الاول من 200 ل 400 ده الالترا فايلت، بعد كده الفيزبل لايت. في بقى الفيزبل لايت ده في ايه؟ الارجون والكي تي بي اللي هو ال 532 والبالس الضاي اللي هو ال 585 و 595 والكيو سويتش دروبي اللي هو 694 والالكسندرايت اللي هو 755 والديود اللي هو 800 و 810 والاندياك. ده بقى شورت، ده لونج بالس شويه بقى هنلاقيه عدى ال 1000 ده اللي هو ال 1064. بعد كده في حاجات اعلى، الايربيوم ده اللي هو 2940 والسي او 2 اللي هو ال 10600. تمام. يبقى احنا ده السبيكترم بتاع الويف لينس. كلمه الويف لينس هي الديستانس ما بين اثنين ايه؟ اثنين بيك. ده الديفينيشن بتاع الويف لينس. عندي في السبيكترم بتاع كل الضوء، الرسمه دي تحفظها زي اسمك، عندي الترا فايلوت، عندي فيزبل لايت، عندي حاجه اسمها نير انفراريد وميدل انفراريد والفار انفراريد. جميل. طيب حلو قوي. الكلام ده لازم اعرفه، لازم تعرفه، ما ينفعش اشتغل ليزر من غير ما اكون عارف الابجديات دي. حلو. انت قلت لي دلوقتي ارجون وكي تي بي وبلس الضاي ومش عارف ايه. لا انا مش عايزك تشغل نفسك في البدايه دلوقتي، احنا بنحط طوبه فوق طوبه. عايزك تعرف بس اول كلمه عندي، كلمه الويف لينس. ايه هي الويف لينس؟ الويف لينس ده ديستانس ما بين اثنين بيكس. طب تاني كلمه عايز تعرفها ايه؟ الباور سبلاي او البتاع. ايه هو الباور سبلاي والانرجي والفلويدز والكلام ده؟ يهمني تعرف ان الريت بتاع الدليفري بتاع الانرجي بتاع الجهاز ده اسمه كلمه باور. الريت بتاع الانرجي ديليفرد بتاع الجهاز ده اسمها باور. طيب ايه هي الانرجي؟ الانرجي هي كميه الطاقه اللي خارجه في النبضه. طب الفلوينس،
هي كمية الطاقة اللي خارجة في النبضة بير سنتيمتر سكوير. حلو؟ يعني أول حاجة عايزك تعرفها الباور. الباور ده هو الريت بتاع الدليفري بتاع الانرجي. الانرجي دي هي كمية الطاقة اللي خارجة في كل نبضة. طيب الفلوينس هي كمية الطاقة اللي خارجة في كل نبضة بير سنتيمتر سكوير. يبقى أنا دلوقتي طب اللي يهمني في ده ايه؟ انا يهمنيش الباور والانرجي، انا يهمني الفلوينس، وهنقول بعد كده ليه يهمني الفلوينس. تمام؟ او معنى صح الفلوينس ده هي البالس دينستي. تمام؟ يهمني الفلوينس، يبقى انا يهمني دلوقتي ويف لينس، ويهمني تاني كلمه اللي ايه؟ الفلوينس. طيب تالت كلمه اللي هي ايه؟ البالس ديوريشن. يعني ايه البالس ديوريشن؟ البالس ديوريشن او الاكسبوجر تايم بتاع النبض، تمام، او طول تحقيق النبضه او الوقت اللي بتقعده النبضه لديليفر الانرجي بتاعتها. الوقت اللي بتقعده النبضه عشان تعمل ديليفر الانرجي بتاعتها بنسميه طول النبضه او البالس ويدز او البالس ديوريشن. جميل. عايزك تعرف لحد دلوقتي ان انا عندي ثلاث كلمات فلوينس ويفلينس بالس ديوريشن. طب البالس ديوريشن المفروض تبقى ايه؟ تبقى يساوي او اقل من حاجه اسمها ثيرمال ريلاكسيشن تايم. ايه هو الثيرمال ريلاكسيشن تايم ده؟ الوقت اللي بياخده التارجت اللي امتص الطاقه عشان يفقد 50% من الثيرمال انرجي اللي فيه للي حواليه. يبقى تاني اول حاجه فلوينس، تاني حاجه او سوري اول حاجه ويفلينس، تاني حاجه فلوينس، تالت حاجه حاجه اسمها بالس ديوريشن. ايه هي البالس ديوريشن دي؟ البالس ديوريشن هي طول او الوقت اللي محتاجاه النبضه الخارجه عشان تعمل ديليفري للطاقه بتاعتها، وهو يساوي او اقل من حاجه اسمها ثيرمال ريلاكسيشن تايم، وهو الوقت اللي بيحتاجه التارجت انه يفقد على الاقل 50% من طاقته للي حواليه. حلو؟ طيب جميل جدا. يبقى احنا قلنا كده اول ثلاث كلمات. وقلنا قبل كده انك عندك حاجه اسمها ايه؟ كونتينوس مود وبالسد مود وكيو سويتشد مود. جميل جدا. وكلمتني عن حدوته الاسبيكتروم بتاع الليزر والالترا فايلوت والنير انفراريد والانفراريد والكلام ده كله. حلو قوي. اخدك بقى لحته تانية اللي هي ايه؟ ليزر تيشو انتراكشن. ايه يا عم ليزر تيشو انتراكشن ده؟ الليزر ده لما بيخبط، شعاع الليزر ده لما بيخبط في الجلد لو 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 بيهيفير. ايه البيهيفير ده؟ بنسميه ليزر تيشو انتراكشن. يعني هو لما بيخبط ده ايه اللي هيحصل؟ يعني تتوقع كده ايه اللي هيحصل بعقلك كده؟ حاجه من اربعه او هما ثلاث حاجات، والثالثه دي بتؤدي الى الرابعه. يعني ريفليكشن. ريفليكشن خبط في السطح وحصل له ريفليكشن، ما دخلش جوه الجلد، خبط الشعاع في الجلد وخرج بره. سهله جدا ريفليكشن. طيب حلو قوي. تاني حاجه اسمها سكاترنج. سكاترنج دي اخت الريفليكشن بس تحت. يعني الشعاع الليزر دخل وبدل ما يحصل له ابزوربشن يروح للكروموفور، لا اتفرق تحت. تمام؟ فده بيحصل اكتر مع الويف لينس القصيره. بيحصل اكتر مع الويف لينس القصيره عشان مش شرب وداخله عميقه. الويف لينس القصيره هيحصل لها سكاترنج كتير، وبالتالي الطاقه اللي هي بتروح للكروموفور بتبقى قليله قوي، ويبقى في كومبيتيتورز من الكروموفور، يعني بتوع الابيدرمز وبتاع ده. فالحقيقه اللي هم الشورت ويف لينس والسبوت سايز الصغيره دول بيعانوا قوي. الشورت ويف لينس والسبوت سايز الصغيره بيعانوا قوي. انت قلت لي سبوت سايز، احنا ليه ما جبناش سيرت سبوت سايز؟ عشان اجيبها لك هنا. يعني ايه سبوت سايز؟ هو قطر العدسه. السبوت سايز ده هو قطر العدسه. طب ايه لازمته ايه ده يا دكتور؟ انت بتلاقي في الاجهزه لا 12 عدسته 14 عدسته 16 عدسته 18 عدسته 20. طب ده بيفرق معايا في ايه؟ احفظ وافهم الحته دي قوي. كل ما السبوت سايز ده بيكبر، كل ما الدليفري بتاع الانرجي والابزوربشن بيزيد. كل ما السبوت سايز ده بيكبر، كل ما الدليفري بتاع الليزر والانرجي ده بيزيد، وبالتالي ايه اللي هيقل؟ السكاترنج. وبالتالي ايه اللي هيزيد؟ الترانسميشن والابزوربشن. حلو. طيب يبقى انا هنا زودت لك كلمه اسمها سبوت سايز على الحاجات القديمه. يبقى تاني البيهافير بتاع الليزر، اول حاجه ريفليكشن، تاني حاجه سكاترنج في شورت ويف لينس، والسبوت سايز الصغيره اللي هي ما بتفرش ما بتنزلش لتحت، بيفرش الليزر، بيفرش السكاترنج ده انه بيروحش على التارجت بتاعه وبيفرش تحت الجلد. جميل قوي. طب ايه المعلومه الثالثه؟ الترانسميشن. ان الليزر اللونج ويف لينس
والسبوت سايز عريضه بيحصل له ترانسميشن بينزل ديب زي السهم كده، ما بيحصلوش لا ريفليكشن ولا يحصل له سكاترينج، بينزل ديب يروح للكروموفور بتاعه، وبالتالي يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها ابزوربشن من الكروموفور، وبالتالي يحصل حاجه اسمها ابزوربشن من الكروموفور. يبقى الترانسميشن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الويف لينس، كل ما يكون الويف لينس عالي كل ما الترانسميشن ده هيزيد، وبيعتمد على ايه كمان؟ السبوت سايز، كل ما السبوت سايز دي توسع كل ما الترانسميشن هيزيد وبالتالي الافيكاسي هتزيد. وبيعتمد على ايه كمان؟ وبيعتمد افرض جلد فيه هايبر كيراتوتيك لاير تضايقك ترخم ما تعملش ابزوربشن كويس، تمام؟ يعني حتى هايبر كيراتوتيك وانت شغال عليها بحاجه لونج بالست حتى تضايقك في الابزوربشن وانه ينزل يروح على الكروموفور بتاعه. واخدين بالكم معايا؟ يبقى في ثلاث حاجات بتؤثر: السكن تكتشر والبالس والويف لينس والايه والثالثه يا شباب مهمه قوي غير البالس والسبوت سايز. يبقى احنا قلنا حاجه من اربعه: يا ريفليكشن يا سكاترينج يا ترانسميشن فولود باي ابزوربشن. طب ايه موضوع الابزوربشن ده؟ ان ناس قاعده تحت اسمهم كروموفور، كروموفور دول اللي هم ايه؟ اللي هم التارجت، اللي هم بيمصوا الليزر ده بقى. ايوه مستني الليزر نزل، تعالى بسرعه ناخد الاكسجين بتاعنا، نحوش الليزر ده ونحول السيرمال انرجي دي بقى الحاجات لللايت انرجي، دي بقى للسيرمال انرجي، لا ميكانيكال انرجي، لا بتاع، هنشوف هنحولها ازاي. بس احنا الكروموفورز احنا بنتخانق مع بعض عشان ناخد الليت الضوء اللي داخل دي، اللي احنا التارجت اللي هو ده. والتارجت ده بناء على ايه؟ كل تارجت له الويف لينس بتاعه، زي ما هنقول دلوقتي كل تارجت له الويف لينس اللي بيحبه. يعني مثلا الميلانين اللي موجود في البيزا الميلانوسايتس هيحب الويف لينس القصيره، تمام؟ الميلانين اللي موجود في الهير شافت واللي موجود في الشعرايه ده هيحب الويف لينس الطويله. مثلا الاوكسي هيموجلوبين مثلا ده اللي موجود في البلاد فيزل هيحب الويف لينس اللي هي بتلعب ما بين الرينج من 500 ل 600. واخدين بالكم؟ زي ما هنشرح وهنستفيد دلوقتي. فكل تارجت من دول يحب ويف لينس مختلف، جميل. وبالتالي الجزء مثلا الالترا فايلوت، الالترا فايلوت تروح تشتغل على النيوكليك اسيد، فبالتالي بقى الشغل بتاع السورايسز وال يعني الالترا فايلوت ريز بقى النارو باند والكلام ده، الشغل بقى بتاع السورايسز بتشتغل على السورايسز والفيتيليو والكلام ده. لا الـ 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 الحاجات بتاعه الانفراريد والنير انفراريد والكلام ده بتشتغل على الووتر وبتشتغل على الاوكسي على وساعات تشتغل اللونج بالس تشتغل على الهيموجلوبين وهكذا. وصلت المعلومة دي؟ يبقى أنا الوقتي قلت مفاهيم لازم أعرفها زي اسمي. قلت يعني إيه كلمة ليزر؟ يعني إيه مود فورميشن كونتينيوس وبالسد وألترا بالسد؟ قلت يعني إيه ويفلينس اللي هو ما بين اتنين بيكس، وقلنا السبيكترم بتاع الويفلينس، وقلنا يعني إيه بالس ديوريشن الوقت اللي بتاخده عشان تفقد الطاقة، وأقل من السيرمال ريلاكسيشن تايم اللي هو الوقت اللي بياخده الكروموفور انه يفقد 50% من الطاقة اللي جاية له للي حواليه. وقلنا ثلاثة السبوت سايز، وكل ما السبوت سايز ده يكون أعرض كل ما الدليفري يبقى عميق وياخد الكروموفورات اللي قاعدة مستنية وفاتحة بقها. وقلنا يعني ايه كروموفور؟ يعني تارجت، راجل قاعد ونايم حاطط رجل على رجله ومستني بقى الليزر ينزل له عشان هوب يكلبش فيه ويحول الطاقة. وقلت يعني ايه ليزر تيشو انتر اكشن؟ يا اما ثيرمال ريفليكشن يا اما سكاترينج يا اما ترانسميشن وفولود باي ابزوربشن بالكروموفور. بس كده هزود لك على حته في الفيزياء كمان، حته صغيره قد كده. ايه هي؟ في حاجه اسمها ليزر كروموفور انتر اكشن. طب انا خد الكروموفور ده، خد الليزر هيعمل ايه بعد كده؟ هينام يعني ولا هيعمل ايه؟ مش دي لايت انرجي داخله؟ قدامه حاجه من الاثنين: يا فوتو سيرمال يا فوتو كيميكال يا فوتو ميكانيكال. نخلص من الفوتو كيميكال دي، ده اللي ايه على مستوى السيلولار تشينجز اللي بتحصل في الكروموفور، سايتوتوكسيك رياكشنز انهيبيشن للميتوكوندريا على مستوى السيلولار ايفنتس اللي بتحصل بنسميها فوتو كيميكال. خلاص خرجها بره اللعبه، يبقى لي فوتو ميكانيكال وفوتو كيميكال. فوتو ميكانيكال ده اشهر حاجه زي الكيو سويتش، يعني هو واخد طاقه ينقلها اللي حواليه زي مثلا فايبريشن كده، زي الايه الميكانيزم بتاع الفوتو البي سويتش. طب فوتو ثيرمال يعني ايه؟ فوتو ثيرمال زي اغلب اجهزه الليزر، الفوتو ثيرمال ده اللي مبني عليها حاجه اسمها سيلكتيف فوتو ثيرموليسيس، تمام؟ الفوتو ثيرمال ده باختصار مثلا انا جايه لي اللايت انرجي دي هقلبها الهيت انرجي، تمام؟ زي مثلا عشان اضاء في البلاد فيزل فبدي الليزر بتاعي فبيمصوا الايه الاوكسي هيموجلوب اللي موجود ويحوله لي كثيرمال انرجي، تعمل لي ايه؟ تعمل لي كواجيليشن في البلاد فيزل وتقفله لي. وصلت؟
زي مثلا الليزر بتاع الميلانين اللي في الهير شافت ده، هياخد الليزر ويحولها لهيت انرجي تقوم رايح ضربه في الديرمال بابيلي تعمل لي ايه؟ ديستراكشن ديرمال بابيلي اللي موجوده اللي فيها الماتريكس واللي فيها الكلام اللي انتوا واخد بالكم فيه ده. واصله؟ طيب جميل قوي. يبقى احنا خلصنا اخر حته من اللي انا عايز اقول لكم عليها. انا اوريكم بس رسمه كده مهمه قوي عشان دي هتساعد معانا قوي. شايفين الرسمه دي؟ السمول سبوت سايز ده تمام، بتعمل ليزر تيشو انتر اكشن ان فورم يا جماعه الايه السكاترنج ده اللي اسمه سكاترنج تمام. وصلت؟ طيب اللارج سبوت سايز بتعمل لي ليزر تيشو انتر اكشن وتقلل لي كميه السكاترنج اللي بتروح، يعني شايفين الكميه اللي بيحصل لها ابزوربشن كبيره. خلاص طيب توكلنا على الله. يبقى احنا كده حطينا المفاهيم اللي احنا عايزينها وركزنا عليها قوي. واصله يا شباب؟ طيب توكلنا على الله. نبتدي نحط الطوبه اللي بعدها. احنا عندنا في الدرماتولوجي في استخدامات الليزر عندنا الفاسكولار ليزر، عندنا ليزر فور بيجمنت ليجن، وعندنا ليزر هير ريدكشن، وعندنا الريسيرفسنج، زائد او ناقص حاجه اسمها اكزايمر ليزر، وده اللي بيشتغل على الايه على بتاع الفيتيلجو بقى والسورايسس والكلام ده، وده هنقوله سريعا في الاخر. يعني ده مش اللي هو الايه المحطه اللي احنا عايزينها. احنا هنبتدي دلوقتي، احنا خلصنا شويه الفيزياء اللي في الاخر سريعا في دقيقه الا ربع كده. عايز اكلمك عن حاجه مهمه ودي الليزر هازاردز. ارجوكم يا جماعه ارجوكم يا جماعه ارجوكم يا جماعه موضوع الليزر هازاردز ده ما فيهوش هزار، كل يوم فيه جديد. بمعنى ايه؟ شوفوا بقى الالترا فايلوت دي بتعدي سيف على يعني على فكره الالترا فايلوت دي سيف على الريتنا والكورنيا والبتاع. الحاجات اللي هي ال سوري الفيزبل لايت ده في الاغلب ده سيف، اللي هم الجاما والاكس راي والكلام ده سيف. الالترا فايلوت مشكلتها كلها بتبقى على الكورنيا والسكلير، حاجات سوبرفيشال تمام. نيجي بقى الانفراريد والنير انفراريد. النير والفار انفراريد، الحاجات اللي هي الفار انفراريد دي مرعبه، الحاجات الفار انفراريد دي مرعبه لانها بتروح على الريتنا على طول. النير انفراريد بتخبط حاجه اسمها الانتيرور بادي بتاع الاي، وتخبط معاه كمان الريتنا والسكليرا. الكيو سويتش ليزر ما فيهوش هزار، لما بتشتغل نيفاز اوف قطه او اتو او حاجه زي كده لازم الاي شيلد يكون العيان لابسها، ما فيهوش هزار. كل ويف لينس له نظاره، في حاجه اسمها او دي كلر او دي نمبر، يعني ده لازم البس النظاره بتاعه الاندياج، البس نظاره الكي سويتش مكان نظاره الاندياج، ونظاره الاندياج مكان نظاره الكي سويتش. اوعى اوعى كارثه مصيبه سودا، انت تلبس ولا معاك يلبس. خدوا بالكم يا جماعه من الليزر سيفتي دي، اللي ما يكونش فيه اسطح عكسه في المكان اللي انت بتشتغل فيه تمام. قلع المريض الخاتم حلق بتاعه قبل ما تشتغل، لو كان في بيس ميكر تاخد بالك، خصوصا يعني بقى الحاجات بقى الالكترو راديو فريكوانسي، اللي ما يكونش فيه زي ما بقول لكم شباك عاكس، الايربيوم والسي او 2 انفلامبل، ما يكونش فيه جنبك اكسجين تمام، بيعملوا مصيبه سودا. لازم يكون في طفايه حريق في المكان، خد بالك ارجوك، ده ما فيهوش هزار، ده دي ارواح من ادمين، ما فيهوش هزار. هتلبس النضاره الويف لينس المظبوط انت والاسيستنت والمريض، واخدين بالكم؟ طبعا خد بالك لازم تلبس الماسك بتاعك وانت بتشتغل، لازم تلبس الماسك خصوصا في الحاجات اللي هي ايه فيها ابليشن والفابورايزيشن بتاع الليزر بيم بتاع سوري التيشو ده، مشكله خصوصا الناس اللي عندهم ازمه او عندهم هايبر سنسيف ايرويز زي حالتي كده. فده ما فيهوش هزار يا شباب. قبل ما ابدا على الحاجات السبيسيفيك عايز اوريك افرجك، عايزك تحفظها معايا. بص بقى دي زي اسمك كده باذن الله، الويف لينس بتاع كل واحد، الاركون زي ما قلنا 514، الكبر كرومايت 511، الكي تي بي 532، الكريبتون 521، البولس الضاي 585 و95 و77. في بولس الضاي جيم ده سبق منه الروبي 694، الكسندرايت 755، الدايود 800 و810، وفي دايود اللي هو النون ابلاتيف ده اللي هو 1450 هنقوله بعد كده، الاندياج ال 1064، الايربيوم اللي هو 2940، السي او 2 ال 10600. اتفقنا؟ طيب
رجع لي بقى تاني كده باشا، ركز معايا بقى. هنبتدي بقى على اول حاجه هنقلبها بسرعه كده، اللي هو الفاسكولار ليزر. ايه عامل الفاسكولار ليزر ده بقى؟ قصه الفاسكولار ليزر، اول حاجه ايه الجهاز اللي بيشتغل على الفاسكولار ليزر لازم تعرف، بلس الضاي 595 و85، دايود 810 و800، احفظ معايا، اندياج 1064، اي بي ال، بلس الضاي دايود اندياج اي بي ال، دول الاربعه اللي بيشتغلوا على حاجه اسمها الفاسكولار ليزر. ايه هو التارجت في الفاسكولار ليزر؟ حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. ايه هو التارجت في الفاسكولار ليزر؟ حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. ايه هو التارجت؟ حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. الاكسجينيتد هيموجلوبين ده بياخد الليزر بتاعه ويديني بقى، يحوله لثيرمال انرجي، يقفل الفيزل، يطلع بتاعه، الشغل بتاعنا اللي انتوا بالكم فيه واللي انتوا عارفينه. مش هنستفيد، انا عارف ان الفاسكولار ده هناخده بسرعه كده، بس لازم افهمك القصه. وصلت؟ الاوكسي هيموجلوبين ده بيحب ويف لينسي، اكتر ويف لينسي بيحبها، خد بالك، احفظ معايا، 418 542 585 595. الاوكسي هيموجلوبين ده بيحب ويف لينسي ايه؟ يروح ياخده بالحضن. 418 542 595 585. وصلت؟ اللي هم الشغل بتوع البلس الضاي، هو بقى حبيب الايه؟ حبيب البتاع. طب بلس الضاي ده جهاز ومحتاج صبغه، وجهاز غالي، والصبغه بتتغير كل فتره، وكون نوت كونسيومبل، مش هنجيبه في سناترنا ولا هنجيبه في عيادتنا للاسف، لان هو جهاز غالي وحالاته مش كتيره، ده على مستوى الكوميرشال يعني. ولكن هو الجهاز الايديال في الايه؟ في الـ في الـ في الليزر. الويف لينس بتاعه 595 و585، احفظ معاك الكلام المهم ده جدا، عايزك تحفظ حتتين، عايزك تحفظ حتتين. البلس ديوريشن بتاعه، البلس ديوريشن بتاعه اكوردنج للكروموفور زي ما هقول دلوقتي. الحاجه الثانيه الويف لينس 595 و585، 595 و595. طيب الفلوينس، في حاجه حاجتين لازم تحفظهم، في حاجه اسمها بيربيريك وسب بيربيريك دوز. البيربيريك ده اللي بيشتغل فيها في البورت واين والايه والانفانتايل هيمانجيوما، ودي بتبقى ايه؟ اقل من 3 ملي، يعني البلس سوري البلس دوريشن يعني اقل من 3 ايه ملي سكند، اسمها سب اسمها بيربيريك دوز. طب بقيه الحاجات كلها بيشتغل بحاجه اسمها سب بيربيريك دوز اللي هي 6 ملي سكند وانت طالع، يبقى عندي 3 و6 ملي سكند، 3 وانت نازل دول حاجه اسمها بيربيريك، السب بيربيريك 6 وانت طالع، اتفقنا؟ ايه هي السيرمال ريلاكسيشن تايم؟ هو الوقت اللي بياخده نبضه لتطلع الشحنه اللي فيها او الطاقه اللي فيها، وهو المعادل لاقل من او يساوي، سوري ده اللي هو الباس ديوريشن، اقل من او يساوي السيرمال ريلاكسيشن تايم، اللي هو الوقت اللي بيحتاجه الكروموفور انه يفقد 50% من طاقته، الوقت اللي بيحتاجه الكروموفور انه يفقد 50% من طاقته. طيب جميل قوي. كل الكلام ده حلو قوي. ايه عامل الانديكيشن بتاع الفاسكولار ليزر؟ لا خد عندك بقى الثلاثه الكبار، البورت واين انفانتايل هيمانجيوما الليج فينز، البورت واين انفانتايل هيمانجيوما الليج فينز، البورت واين انفانتايل هيمانجيوما الليج فينز، البورت واين انفانتايل هيمانجيوما الليج فينز. ماشي، وحاجات بقى زائد او ناقص، شيري انجيوم، بايوجينيك جرانيلوم، سورايسيس، وورد، جينيتال وورد، اونيكومايكوزيس، حاجات تانية انفلاماتوري اكن، وزيشي، الفيشال ايرثيما، كل دي انديكيشن للفاسكولار ليزر، ستراي روبرا، كل دي انديكيشن للفاسكولار ليزر. كل الحاجات التانية دي بشتغل بيها بحاجة اسمها سب بيربيريك دوز. البيربيريك دوز دي بشتغل بيها بالتلاتة الكبار زي ما هقول دلوقتي، خد بالك. انتوا عارفين البورت واينستين دي يا اما لوحدها يا اما سندروم في ستير جوبر او بقى الحاجات التانية او في السندروم والكلام ده. طيب احنا بنشتغل على ان جالي العيان وعملت له اسسمنت كويس وهو مش سندروماتيك وهو ايزوليتد بورت واين، حط حلقه في ودنك كده، كل ما اشتغل بدري كل ما كان احسن، واحد، اتنين كل ما كان في الفيس ومش في البادي احسن. ليه كل ما اشتغل بدري؟ لو عملت لي النوديولار ستيج بقى اللي بعد كده والفايليشس نوديولار ستيج دي، اولا انت مش هتحتاج بلس الضاي بس، هتحتاج بلس الضاي
ولونج بالس الاندياج، وممكن تحتاج انتراليجنال كمان، والحقيقه وممكن تحتاج ابلاتيف ليزر، وبتبقى النتيجه فيها ضعيفه جدا الحقيقه، وبتبقى تحتاج عدد جلسات كتير قوي. فيبقى اول حاجه كل ما تشتغل بدري كل ما كان احسن، تشتغل بالس الضيف الاول بس كل ما يكون ماكولر، هيحتاج منك من 8 ل 12 جلسه، بتعمل جلسه كل 3 اسابيع لشهر. انت بتشتغل بحاجه اسمها بيربيريك دوز، بتشوف الاند بوينت بتاعتك بيربرا مش جريش كلر، بيربرا ده الاند بوينت بتاعتك، بتعمل جلسه كل 3 اسابيع لشهر، بتعمل اسيسمنت كويس بورت واينستين. لو عايز تعمل سكند باص ما تعملش ستاك، يعني ما تضربش النقطتين فوق بعض، ما تضربش النقطتين فوق بعض، بتخلص الباص الاولانيه وبعد كده تعمل ايه، تخلي معاهم يعمل كولينج وتعمل باص ثانيه. دايما في البورت واين في الاطفال الصغيرين اعمل تيست اريا مثلا ورا ودنه بتاع، لان لا يعني الاحسن، وتظبط البارامترز بتاعتك عشان يعني ما تعديش السبعه في الاول، ما تعديش السبعه جول بير سنتيمتر سكوير، ممكن تعلى بعد كده. بتعمل جلسه كل 3 اسابيع لشهر. لو هي كومبايند ومعاك ابيديرمال كومبون الى بطلع سوري نودولار كومبوننت، لازم تشتغل لونج بالسد اندياج، لازم تشتغل معاها لونج بالسد اندياج، هتشتغل بالسد باي ولونج بالسد اندياج. واضحه؟ جميل جدا. تاني حاجه الانفانتايل هيمنجيوم، كل مكان بدري كل مكان احسن، مفيش حاجه اسمها وتنسيف الانفانتايل هيمنجيوم. الانفانتايل هيمنجيوم عندك ان انت عارفين في سوبرفيشال وديب كومبوننت. السوبرفيشال هي البرايت والبرايت كلر والريدش برايت كلر والثيميتاس برايت كلر، والبيربل او الديب بلو ده اللي هي الايه الديب انفانتايل هيمنجيوم، وزمان نقول كافيرنس هيمنجيوم. يبقى احنا عندنا سوبرفيشال ودي في حاجات ميكسد. جميل. انفانتايل هيمنجيوم دي ذا موست كومن، ايه مسموح من سن كام، مسموح من سن اي سن، هي مشكله كلها ان البيبي هل هتعمليه انستيزيا في كل جلسه ولا لا، مسموح من سن من اول ما يتولد، بس هل هتعمليه انستيزيا ولا لا، هي دي الفكره. طيب الانفانتايل هيمنجيوم ايه الانديكيشن لازم اخش بيها ليزر؟ بروجريسنج ألسراتيف لارج، بروجريسنج ألسراتيف لارج، بروجريسنج ألسراتيف لارج. طيب هو ليزر بس؟ لا، انا بقول لك ليزر، وممكن لو هي بروجريسنج والساتيف ممكن ادي شورت كورس ستيرويد على مدار شهر مثلا، ادي توبيكال بروبرانولول وممكن سيستميك كمان، وبقى سيف على فكره. كنا زمان نقول اول يومين اقعد في المستشفى، لا دلوقتي في الاتراكونازول والحاجات الجديده بقى والايميكومود والاتراكونازول وحتى البيموكروليمس بقى عليها كلام انها ممكن تشتغل في الهيمنجوما الهيمنجيومز. طبعا ده غير السيستميك هيمنجيومات، ده بيحتاج العيان ياخد سيستميك ستيرويد ويتحجز طبعا عشان الهاي كاردك او البوت فيلير والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. يبقى اول حاجه هنتكلم فيها، اول حاجه اتكلمنا فيها في البلس داي، قلنا الكروموفور، قلنا الويف لينس اللي بيحبه ال 500 418 و 542 و 595 و 585 في الاريا او في الرينج بتاع الايه البلس داي ليزر. جميل. طيب البلس داي ليزر ده راجل محترم، هو الايديا، هو المحرك او الكي بتاع الفاسكولار ليزر، معاه بقى شويه حاجات بتلعب، يا اما اللونج بالس ان دي اي واللونج بالسد والسوري والالكسندرايت، تمام، اللي هو 755 زائد ناقص الدايود 810. يعني الحاجات دي مش افكتيف قوي زي البالس داي، بس البالس داي جهاز مكلف محتاج تغيير صبغه باستمرار، حالاته كل قليله. قلنا اكتر ثلاث حالات بقابلهم هم البورت واين انفانتايل هيمنجيوماز والايه والليج فينز. طيب بالنسبه للليج فين، انا عندي لو الليج فين دي والله من 0.1 مللي ل 0.2 مللي، اشتغل ايه، اشتغل بلس الضاي. من 0.1 اللي هي الريتيكولار دي، من 0.1 ل 0.2 اشتغل بلس الضاي. طب من 0.2 ل 0.4 اشتغل الكسندرايت 755. لو هي من 0.5 ل 1 خلاص دي ليج فينز كبيره، مش هيحوى معها غير الاندياج. وخد بالك الاندياج لو اديت نبضتين ورا بعض هيقوم خارم، خد بالك لو اديت نبضتين ورا بعض هيقوم خارم. عايز تعمل عيد زي ما انت عايز، عايز تعمل سكند وسيرد باس مفيش مشكله، بس لو سمحت من فضلك بتعمل كولينج كويس قوي وبين كل باص والثانيه، خلي العين يعمل كولينج وتعمل ممكن ابطو 3 باص. جميل. ممكن ابطو 3 باصز. اوكي. طيب نيجي بعد كده للفيشل الثيمة بتاعت الوزيشي، ودي من الحاجات الكويسة برضو وبتستجيب، بس تشتغل بلس الضاي بحاجة اسمها السبر بارك دوز، عادة بيستجيب معها استجابة كويسة جدا. بتعمل اب تو 2 او 3 سيشنز. كذلك الانفلاماتوري اكني والشيري انجيوما والبيجين جرانيوما. هي انا ما فضلتش في الشيري والبيجين جرانيوما، يعني الابلاتيف ميثودز يعني افضل 1000 مره يعني،
تمام. الكيروتاج حتى في البرجين الجرانينوما احسن يعني. في السورايسز يعني بقى وال بالمناسبه الاندياج ليزر كويس قوي في الاونيكومايكوزيس من الحاجات الكويسه قوي. في الجينتال وورد كذلك الاندياج ليزر من الحاجات الكويسه. من 3 او 4 سيشنز المريض بيتحسن وبيستجيب استجابه كويسه جدا. طيب ده اغلب الفاسكولار ليزر زي ما قلت لكم الاستخدامات محدوده شويه. انا عندي الثلاثه العظام دايما دايما انتوا بتاخدوا فول هيستوري كويس قوي. ما يكونش عنده فوتوسينسيتيف درماتوزيس, ما يكونش عنده سكين كانسر, ما يكونش عنده يعني الايزوتوزين سيستميك ايزوتوزين يعني بص دايما يعني في الليزر في الفاسكولار ليزر مش ده بقول لك عامه يعني. دايما قبل ما تشتغل بتعمل كولينج كويس وبترسم الشغل بتاعك الاول. بتبتدي بالحتت الاول اللي هي الفيري ديب وبتدي من لاترال تو ذا ميديال. ابتدي دايما من لاترال تو ذا ميديال. مسموح لك بالسكند وثيرد باس بس لازم تعمل كولينج بعدها. الاميديت بيربرا ده الاند بوينت بتاعتك اللي بتشوفها في البالس داي وفي في الانفانتال هيمانجيوما وبتشوفها في البورت واينستين. الفاسكولار ليزر من الحاجات المهمه والنتائج فيها كويسه. زي ما قلت لك ان احنا ممكن نشتغل اندياج ليزر في الجينيتال وورد ويجي نتائج معقوله جدا. نشتغل اندياج ليزر في الاونيكومايكوزيس ويجي نتائج معقوله جدا. كونكوميننت مع ال How to control hyperpigmentation in leg veins. هي في الأغلب العين بيحصل لهم فعلا hyperpigmentation, ولكن حيك تقدر تعملي pre-cooling كويس قوي. ما تعمليش second or third pass إلا بعد ما تعمل cooling من after the second or third pass. ما تعمليش pulse stack أبدا على في leg veins عشان هتخرم على طول. تمام؟ يبقى ده الجزء الأول بتاع الفاسكولار ليزر. أنا بخلص الحاجات الصغننة اللي مش هتحتاج مجهود مننا. نخش تاني حاجة على البيجمنتد ليزر. ايه يا عم البيجمنتد ليزر ده؟ الكيو سويتش ده حاجة بجلال الأدراها كده حلوة قوي اخترعوها. انتوا عارفين طب في البيجمنتد ليزر هو ايه الكروموفور بقى؟ لازم اعرف اسأل نفسي الاسئلة اللي انا زي ما قلنا في الفاسكولا كده. هو ايه الكروموفور؟ اوكسيموجلوبين. لازم ارد على السؤال ده, ايه الكروموفور في البيجمنت؟ سهل قوي, يا الميلانين اللي في البيزل ميلانوسايتس تمام, يا اما الميلانين الموجود الميلانين بارت التاتو بارتكلز موجوده في الميلانوفاج وفي الديرمس. البيجمنتد ليزر اللي هو الكيو سويتش له اثنين كروموفور, يا اما الميلانين موجود في البيزل ميلانوفاجز, يا اما الميلانين الموجود بتاع التاتو بارتكلز اللي موجوده في الايه في البيزل ميلانوسايتس اللي موجوده في الميلانوفاج وموجوده في الديرمس. طب هتقول لي طب هو ليه يا دكتور ما بيروحش للميلانين بتاع الشعراي؟ لا, لان المود بتاع الاميشن الكيو سويتش ده بيطلع لك نبضه اسرع ما يمكن في اقوى قوه. ما تلحقش تفقد سيرما ريلاكسيشن بتاعها عشان تصطاد الكروموفور بتاع الميلانين اللي موجود في الهيرشافت, وبالتالي خلق ده ان هو ما ياثرش على الميلانين بتاع الهيرشافت بالسرعه الهائله بتاعته اللي بتطلع. ما العيان ما بيلحقش الكروموفور ما يلحقش يفقد طاقته اللي حواليه او اقل من 50% من طاقته اللي حواليه, وبالتالي ما ياثرش معاه. فده من الذكاء ما كان ان هو يختار التارجت بتاعه في البيزل ميلانوسايتس والايه والميلانوفيج اللي هي موجود فيها التاتو بارتكلز. جميل جدا. ولذلك خلق ده بالبيكو سكند ونانو سكند فيها سوري بالنانو سكند, وفي حاجات بقت بالبيكو سكند دلوقتي وبقت غاليه قوي. الجهاز بيعدي الملايين. الكيو سويتشت في عندنا عشان تبقى عارف اعرف الكلام المهم ده قوي. الكيو سويتشت ليزر في منه ايه او الليزر اللي هتشتغل ايه؟ في عندي اول حاجه كيو سويتشت روبي, سيبك من الاربون خلاص, كيو سويتشت روبي 694 احفظ ده اسمك, كيو سويتشت روبي 694. تاني واحده كيو سويتشت الكسندرايت وده اللي هو 755 لونج بالس كيو سوري كيو سويتش الاندياج, وده هو ده الايه ال 1064. اجهزه الاندياج بيبقى معاها واحد اسمه كي تي بي كده في اجهزه الكيو سويتش الاندياج, وده بيبقى 532. الحاجات دي ما فيهاش هزار. انا عندي اجهزه الليزر اللي بتشتغل على الايه على البيجمنت اللي هي الكيو سويتش بخاصيه الكواليتي سويتش, هم اربع اجهزه. الكيو سويتش روبي 694, كيو سويتش الكسندرايت 755, كيو سويتش الاندياج 1064, والكي تي بي اللي هو بيبقى موجود مع اجهزه الاندياج. جميل. طيب وبالتالي بالعقل كده الحاجات اللي هي في البيزل ميلانوسايت هتاخد شورت ويف لينز زي الايه شورت ويف لينز اللي هو بتاع ايه بتاع الكسندرايت وبتاع الايه بتاع الكسندرايت وبتاع عمه الروبي.
الحاجات اللي موجوده ديب شويه هتحب مين؟ هتحب الراجل اللي بتاع الاندياك اللي هو ال 1064 يعني نيفاس اوتو وايتو ده ال 1064 الفريكلز واللينتجو والكميلا والكلام ده كله هتحب الايه الحاجات اللي هي اللي في البيزا ميلانوسايتس تمام. هتحب حاجات بتاعت الشورت ويف لينس اللي في البيزا ميلانوسايتس. طيب توكلنا على الله. يبقى لازم تفهم كده ان انا عندي هنا كروموفور موجود في البيزا ميلانوسايت وكروموفور موجود بتاع التاتو دول بياخدوا الليزر العظيم ده ودول اربع اجهزه شغال حلو قوي قوي قوي. وقلنا هنا انت الجهاز الوحيد اللي ما بتعرفش ما بيديكش فرصه انك تتحكم في البلس ديوريشن هي النازله بالملي سكند عشان ما تصطادش بتاعه الهير. طيب حاضر اخلص دكتور اقول لك هيكفي الاونيك والميكوز بتعلي الفلوينس قوي وتقلل البلس ديوريشن. علي الفلوينس قوي يعني 140 150 يعني لا يعني 180 كمان تعلي البلس تعلي الفلوينس قوي وتقلل البلس ديوريشن خلاص. وبالاندياج طيب ال ما عشان كده بس احنا مش عايزين نقطع لينا بس كل حته بحتتها ومن الاسئله نقولها في الاخر. الكيو سويتشد احنا بنتكلم في كيو سويتشد وقلنا انواع الليزر بتاعه الكيو سويتشد واحنا بنتكلم دلوقتي في البلس ديوريشن بتاعه الكيو سويتشد. هو نزل لك الجهاز هو كده ما تلعبش فيه ما تبوظلناش الدنيا احنا عايزينه بالنانو سكند والملي سكند والبيكو سكند عشان ما يلحقش يصطاد بتاع الهير يبقى شغال على الاثنين دول بس. طيب الكي تي بي الجهاز الرابع هو الكي تي بي تمام. طيب حلو قوي عندي ايه بقى اللي انا هتكلم فيه؟ عندي ويف لينس وحكيت عليه، عندي بولس ديوريشن وحكيت عليه، عندي فلوينس. الفلوينس دايما 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 في الاول ابتدي باقل فلوينس متاح ليك. يعني مثلا الاجهزه اللي بتاعت الاندياج بتشتغل بقى يعني في الاول حسب السبوت سايز اللي بتبقى عاملها، كل ما السبوت سايز بتوسع كل ما الفلوينس بيقل، كل ما السبوت سايز بتوسع عشان الدليفري بقى اسرع كل ما بتقلل الايه ما تلاقي تفضل الجهاز كده هتلاقي من نفسه الفلوينس بيقل. فدايما بتشتغل على حاجات قليله شويه في الفلوينس، يعني دايما بتبتدي خصوصا في الحاجات اللي فيها بيزل ميلان سايتس بتبتدي على اقل في الفلوينس بتزود كل مره تمام. بتبتدي فلوينس اقل وبتزود كل مره حلو. ايه هي الانديكيشن بتاعه الكيس بتاعه الكي سويتش وهل هو جهاز اجيبه ولا ما اجيبوش؟ اولا جهاز تجيبه جهاز تجيبه اسعاره رخيصه معقوله. ايه الانديكيشن هقولها لك. اول حاجه حاجات البيزل اللي انتجو الميلازما الحاجات اللي سوري البدرما الميلازما ينفع. طيب خليه تحت دي 10 خطوط يبقى اللينتيو الميلازما الفريكلز البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتي ليجنز كل الحاجات الابيدرمال دي الابيدرمال ميلانوسايتس دي هينفع فيها الاجهزه اللي هي ليها اللي هو شورت ويف لينس. طيب تاني حاجه الحاجات دي نيفاس في قطه نيفاس في ايتو مونجوليان سبوت الحاجات الديرمال ودي هينفع فيها ال 1064. كل الكلام ده ايه بقى ارميه على جنب كده الكيو سويتش بتاع التاتو. كل الكلام ده ارميه على جنب الكيو سويتش بتاع التاتو. كل الكلام ده كده خده وارميه على جنب والكيو سويتش هو بتاع التاتو. ليه يا عم انت بتقول كده ليه؟ مبدئيا الميلازما والبوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن نتائجهم في الكي سويتش تكاد تكون منعدمه. فانا بقول لك ما تشتغلش ميلازما ايفن حتى لو ابيدرمال بالكي سويتش. العيان ده عنده فرصه ان يحصل له بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن عاليه جدا والنتائج بتبقى ضعيفه جدا وهيعمل له مطلط هايبر بيجمنتيشن وهيبقى شكل سيء جدا وهيعمل له تكتشرال تشينجز والحقيقه ما يعني ما بيستجبش كمان. فابعد قوي قدر المستطاع عن الكلام ده. النيفاس احنا عندنا كومباوند وجانكشنال واللي والكومباوند نيفاس والجانكشن نيفاس والانتردرمال نيفاس. طيب الحاجات دي هتجيب نتائج كويسه؟ شوف انا بحب اشتغل الحاجات دي بابلاتيف ليزر ان انا اضربها خالص وممكن تطش او اتنين بساط جدا على الريزيدوال بتاع الميلانين اللي بيبقى موجود. ليه؟ هل الحاجات دي هتعمل لي تريجر للماليجنسي؟ الحقيقه لا.
الكومبايند ما بيعملش تريجرينج للماليجنسي، سوري الكيو سويتش في حاجات الاكوايرد ما بتعملش تريجرينج للماليجنسي. بس حط تحت دي 1000 خط احتماليه، ولو ضئيله جدا ان الليزر اللي انت هتضربه للميلانين ده هيعمل له تريجرينج او هيغير البيهافير بتاعته قائمه. فلذلك انا ما بحبش اشتغل الحاجات اللي هي الكومباوند والجانكشنال ليفس والكلام ده، ما بحبش اشتغلها كيو سويتش، بشتغلها ابلاتيف ليزر اضرب كله، يعني حاجات نون سبيسيفيك للبيجمنت هتضرب لي كله، نون سبيسيفيك للبيجمنت هتضرب لي كله. بالمناسبه في حاجات بتشتغل على البيجمنت نون سبيسيفيك، زي واحد زي الابلاتيف ده هو التارجت بتاعه ميه، هياخد كل اللي بيدلمس والدلمس داخل هيضرب كله، مش شايف قدامه بقى، لا مش سيلكتيف، ما فيش هنا سيلكتيف فوتو سيرمول، مش رايح لتارجت بعينه، هو التارجت بتاعه ووتر، الووتر موجود في اللي بيدلمس والدلمس، هيلطش كله هيضربه، وبالتالي هيشيل لك النيفس وهيشيل لك اللي فيه، وانت ما فيش ريسك بقى ان الكيو سويتش ميلانين ويعمل لك مشكله، فانت بتبقى في الامان. فاشتغل على ليزر، على الابلاتيف ليزر ده رائع جدا، اشتغل على ابلاتيف ليزر في الـ في الـ في الـ في الـ في الحاجات الاكوايرد من النوسيك نيفاي، انا بنصحك تشتغل على ابلاتيف ليزر، حاجه نان سبيسيفيك مش بيشتغل على الميلانين تحديدا، وهتبقى في الامان. طب في الكونجنيتال ابسولوت كونترا انديكيشن تشتغل في كونجنيتال ميلانوسيتيك هيري او نون هيري نيفاي، ابسولوت كونترا انديكيشن. في كلام دلوقتي طبعا هتقول اصل كل واحد هيقول لي اصل في بيبر قالت وفي بيبر عادت، وفي في المجمل، في المجمل انت مش متخيل انا مثلا قريت بحثت في الموضوع ده قد ايه، بس في المجمل تولد عندي قناعه ان انا فيما معناه ايثيكالي عشان ابقى مرتاح ان انا عمري ما اشتغل في كونجينيتال ميلانوسيتيك هيري نيفس، عمري في حياتي ما اشتغلها كيو سويتشد ولا حتى ايربيام او ابلاتيف ليزر. انت لو قافله معاك اشتغل، بس يعني لما يكون واحده واخده وهي سندروماتيك ولا نان سندروماتيك، واخده مساحه كبيره من الظهر، واحده بتعمل حاجات اللي معاها بقى كودا كواينا والكلام ده كله، يعني يعني انا صراحه لا انصحك تماما انك تشتغل الحاجات دي ليزر تماما، دي ستيج ديوريشن وسيرجري بتاع البلاستيك واحنا مالناش دعوه بيها، احنا نشوف بس لو معاه سندروم ولا لا. تمام، يبقى احنا اتكلمنا على الكونجنتال ميلانوسيتيك نيفاي، اتكلمنا على الاكوايرد ميلانوسيتيك نيفاي اشتغلها ازاي. انا بقول لك نصيحه، اشتغلها ايربيم، شيلها سيرجري، شيلها هاي فركيتو، شيلها راديو فريكوانسي، بلاش بلاش تعملها كيو سويتشن. وان كان انت مثلا بتضرب السطح اللي موجود الحاجه اللي عاليه عن الجلد ده بالايربيم، ما تبقى لك ممكن تلاقي حته ميلانين كده تقوم ضاربها بالايه بالكيو سويتش، وكفى الله بالمؤمنين ما شاء الله، ما تعملش اكتر من كده. تمام، طيب ايه تاني؟ البيكرز نيفس، البيكرز نيفس دي نصها بيبقى همرطومه اصلا، تمام، تلاقي التيكتشر تشينج النصها يبقى همرطوم، ويبقى لو الدنت جنبها ما بتجيبش نتيجه، ولا الديب بيل انا خبرتي فيها ولا الديب بيل بيجي النتيجه، ولا الكيو سويتش، ولا كيو سويتش وفراكشنال، ولا في ار بي ام وفراكشنال حقيقه، ولا الديرما بريجن بعد كده كيو سويتش. الحقيقه مفيش حاجه بتحوق فيها من اشد الحاجات الرخمه هي البيكرز نيفس، خصوصا يعني لو فيها شويه هير بتعملهم بالالكس وخلاص وانتهينا على كده. لكن الحقيقه يا جماعه نصيحه، محدش يشتغل اعوذ بالله يعني، يعني البيكرز نيفس شغلها هتقعد تعمل 12 جلسه ومفيش نتيجه. تمام، طيب نيفاس في قطه ونيفاس في قطه، نيفاس في قطه وقطه. الحقيقه الكي سويتش الاندياج هنا بقى له الرول الاعلى، بس بتعرف المريض يعني نسبه التحسن مش هتزيد عن 50 ل 70 ل 60%، هتعمل من 10 ل 12 جلسه. في عينين بيبتدي يتحسن من 4 و6، صوابعك مش زي بعضها، مفيش قران يعني، هو انا مش هقول له كده وهحلف من 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 خبرتي ان في مرضى بتحسن بعد 6 جلسات، فيها ايفن بعد 4 جلسات بتبتدي تشوف تحسن. بس رجاء خد بالك من القصه دي، لان زي ما قلت لك صوابعك مش زي بعضها، ما تشتغلش بيكرز نيفس كيو سويتش. انت يا عم جاي تقول لي انت واقف لنا السبوبه ولا ايه؟ لا، اشتغل صح عشان تجيب نتيجه صح، عشان بالتالي العيان يبقى مرضي. اوكي، اشتغل صح تجيب نتيجه صح، بالتالي العيان يبقى مرضي، ويبقى الفلوس اللي انت بتاخدها دي من المريض ما تبقاش ايه بتضحك بيه عليه. يبقى انت لازم تعرف فيزيكس كويس، لازم تعرف الديفينيشنز اللي قلناها، وكل حاجه دي بنحاول نبسط الامور. نيجي بعد كده قصه التاتو، هو ده بقى حبيبي، لما تشوف تاتو كده بفرح قوي، يعني يا جماعه عندنا جهاز كيو سويتش هنشتغل بيه اجهزه التاتو، وهو الفكره كلها بقى هي التاتو، ده الحاجه اللي بتتحسن. طيب مبدئيا كده احنا قلنا عندنا كي تي بي، روبي، اندياج،
والكسندر رايت. حلو قوي. اعمل حاجه, احنا عندنا بروفيشنال اماتور كوزموتيك واكسيدنتال. بروفيشنال اماتور كوزموتيك اكسيدنتال دي انواع الايه التاتوينج. الازرق والاسود بيجيب نتيجه مع كل دول. الازرق والاسود بيجيب نتيجه مع كل دول. الاحمر عايز كتيبيه بس. الاحمر عايز كتيبيه بس. الاخضر عايز اليكس وروبي. يبقى تاني الازرق والاسود كلهم يشتغلوا على كله. الاخضر بيبقى عايز الروبي والالكسندرايت. الاحمر بيبقى عايز ما تشتغلش الاحمر ده, وبيبقى عايز الكتيبي. تمام. طيب هيجي النتيجه من كام جلسه؟ بيجي النتيجه والله الحقيقه من مثلا نقول يعني حوالي يعني من جلستين او ثلاث جلسات المريض بصراحه بيتحسن, من جلستين لثلاث جلسات. طب ايه اللي انا بشوفه قدامي؟ الميديات بليتشنج. وده على فكره الميديات وايت اللي انا وريته هو في اغلب المرضى. يعني شايفين الصوره اللي على اليمين دي هي بعد الـ على طول الكيو سويتشنج بتلاقي ايه وايتش ريجن حصل كده. فده اللي هو بتاع الايه الكيو سويتش مشهور قوي, وده الاند بوينت بتاعتك. تمام. ما تعملش بليدنج اري. شوف ده هيشتغل الاحمر مش هيتحسن, صعب قوي. الاحمر ده عايز الكي تي بي ان عبره, يعني الاحمر ده عايز الكي تي بي ان ايه ان عبره. خلاص. طيب من ضمن بقى انا اوريك صور بالمره كده, يعني نشوف شويه صور لطيفه كده. ال 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 ثانيه واحده. الطفل ده بورت واين. اوكي تمام. عامل حوالي 16 جلسه من البنس الداي. هنا برضو بورت واين قبل وبعد الجلسات. بورت واين خد بالك بقى لو فيها نودولار ليجن لازم تضرب بانديات كمان. تمام. هنا بورت واين والسراتيف لازم, ملوش حل. ده سيستميك سترويد وبيتا بلوكر توبيكال ويعمل على طول الكيوس البلس الداي, ما فيهاش هزار. تمام. شايفين تلانجكتيزيا الفاين تلانجكتيزيا بالبلس الداي دي رائعه. اوكي. هنا الليك فينز, هنا بقى الليك فينز عريضه دي محتاجه اندياج. تمام. دي الليك فينز عريضه دي بتبقى محتاجه الايه الاندياج. خلاص. طيب خلصنا الفيزيكس وخلصنا الفاسكولر وخلصنا البيجمنت. نخش على الايه الريسبسنج. ايه عم ريسبسنج ايه ريسبسنج؟ إعادة تسويت الأسطح. طيب جميل أوي. توكلنا على الله. هو إيه الكروموفور هنا؟ ووتر. إيه الكروموفور هنا عامل حاجة؟ ووتر. إيه الكروموفور تاني؟ ووتر. الووتر ده موجود فين؟ كل الإبيدرمز والدرمز. ووتر موجود في كل الإبيدرمز والدرمز. ووتر موجود في كل الإبيدرمز والدرمز. جميل. عشان الإيم بتاع الأكشن بتاعي هنا إن أنا كوزموتيك إيم ونون كوزموتيك. الكوزموتيك ايم بتاعي ان انا بعمل سيرجيكال سيرجيكال وند عشان اعمل ستيميوليشن للكولاجين فورميشن والفاسكولار ونيو فاسكولار فورميشن. واحد النون كوزموتيك فور ان انا عايز اشيل باقي ابليشن عشان اشيل وورت, اشيل سيرفيشس جلاند هايبربليزيا سينايل سيرفيشس هايبربليزيا, اشيل سولار كراتوزيس, اشيل سيبريت كراتوزيس, اشيل سيرنجوما سيرنجوميليا, اشيل زانسوما زانسلازما جوفنايل زانسوغرانيروما, اشيل الكلام ده كله. تمام. اشيل اكوايرد ديجيتال فايبركراتوما كل البلاين ليجنز دي. اوكي. طيب وحتى المالجنت البي سي سي والكلام ده بس بلاش والنبي عن التجربه, يعني بلاش بلاش بي سي تي ده لو سيرجي بسيفتي مارجن, ولو مالتي بقى سندروم بقى جورلين ولا 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 حاجه زي كده بقى لا يبقى ده موضوع تاني بقى. محتاجين بقى سجورلين عامل ايه ولا ايه بقى عنده 100 زي مثلا, فده هيحتاج يعني بقى يضطر بقى تعمل شويه سي او 2 كيو سويتش سوري سي او 2 ليزر, تعمل له شويه كرايو شويه الكترو. العيان بتاع الزيرو ديرما بيجمنتوز مش معقول كله هيطلع له حاجه تعملها مثلا سيرج, فده هتشيل برضه بالليزر, هتشيل بالالكترو كوتري, هتشيل بال سي او 2 ليزر على طول يعني. تمام. العينين اللي هم فيرس كانوا بيطلع لهم بعض البري مالجنت ليجن دي على طول لازم تشيلها بالبتاع, طلع له بي سي سي كتير هتشيل بالسي او 2. تمام. طب الليزر ريسيرفسنج بالنسبه للكوزموتيك انديكيشن عندي الابليشن والنون ابليشن. يعني ايه ابليشن والنون ابليشن؟ بمنتهى البساطه كده ابليشن ده يعني في جزء من الجلد بيفقد
نون ابلاتيف يعني لا جزء من الجلد يفقد. ابلاتيف ده جزء من الجلد بيفقد، نون ابلاتيف ده مفيش جزء من الجلد بيفقد. اهلا وسهلا تشرفت. كروموفور قلت لي ايه؟ ووتر. عندنا أجهزة كتيرة طويلة عريضة بتشتغل على موضوع الريسيرفسنج ده، أو موضوع الريسيرفسنج أو مش الريجوينيشن. يعني إيه يا عم الأجهزة دي؟ إحنا قلنا عندنا أبلاتيف جزء من الجلد بيفقد ونان أبلاتيف. عشان نسهل علينا، الأبلاتيف دول حبايبي إيه هما؟ CO2 والإيربيوم، مفيش غيرهم. CO2 ده يا عم 10600، الإيربيوم ده اللي هو كام؟ 2940، خلصت؟ طيب ده اسمه ايه؟ ابلاتيف. ده اسمه ايه؟ ابلاتيف. طيب النان ابلاتيف، لا عد بقى قيس. نان ابلاتيف واحد الراديو فريكوانسي، حاجه بتاعت الراديو فريكوانسي كلها، تمام. الالترا ساوند، الانفراريد والنير انفراريد، الايه والنبي سي او 2 يعني ايه والنبي سي ماشي. الانفراريد والنير انفراريد يعني ايه؟ يعني انا دكتور بشرح لي والله، انا حضرتك مش معانا بقى. طيب خدوا بالكم، يبقى احنا عندنا في حاجه اسمها ريسيرفسنج. الريسيرفسنج ده في عندي ابلاتيف ونون ابلاتيف. الابلاتيف ده يعني جزء من الجلد بيفقد، والنون ابلاتيف ده يعني جزء من الجلد لا يفقد. الابلاتيف ليزر قلنا عندي سي او 2 والايربيوم، والنون ابلاتيف ليزر عندي ايه؟ عندي الراديو فريكوانسي، عندي البلس الضاي، عندي سوري الاندياج اللي هو ايه 1064. واحد جديد كمان هنا، اول مره نقول على الاندياج 1320. يبقى احنا ال 1064 القديم وال 1320 ده حديثا، دي حاجات بتشتغل كري ال يبقى احنا عندنا الحاجات الريسيرفسنج الابلاتيف ونون ابلاتيف. بالنسبه للابلاتيف قلنا سي او 2 والاي والاير بي. بالنسبه للنون ابلاتيف قلنا عندنا ايه؟ مهم قوي الكلام ده قوي. الالكسندرايت 1064 وال1320، 1064 وال1320 ادي واحد. اثنين عندي الايه ده اللي هو الايه الفار انفراريد، في عندي النير انفراريد اللي هو البلس الضاي اللي هو الكام؟ البلس الضاي بيعمل لي ريسيرفسنج. اي نعم بيعمل لي الابلاتيف ريسيرفسنج ال 595 وال 585 بالسوبر بريك بوت. رقم ثلاثة ايه تاني؟ دول نون ابلاتيف، مفيش جزء من الجلد بيفقد. الديود، الديود انا دايما بقول لكم 810 و800 و810، هضيف واحد جديد دلوقتي حاجه اسمها 1450. 1450 يبقى عندي حاجتين، يبقى ضفت على الاندياج ال 1320 وضفت على الديود ال 1450. بس كده لا، اضيف لك ايربيوم، حاجه اسمها ايربيوم بلس كمان في النون ابلاتيف 1540. الكلام ده ما اوعى تغلط فيه، الكلام ده اوعى تغلط فيه. انا ضفت في النون ابلاتيف ثلاثه جداد ما سمعناش عليهم قبل كده، الاندياج 1320 والديود 1450 والايربيوم جلالس 1540. واصله شباب؟ واصله. احنا قلنا ابلاتيف ونون ابلاتيف وبس كده؟ لا، قام جاي لك بقى واحد سنه 2004 كده طلع لك موضه جديده حاجه اسمها فراكشنال سي او 2 ليزر. بدل ما الليزر كله بينزل حبه واحده زي المرزبه كده، لا والله هنزله لك في خرام. طب ليه في خرام؟ عشان السبيرد تيشو ما بينه وبين بعضه ده يعمل لي مور اند مور هيلينج، يزود لي في سرعه الهيلينج. بدل ما المريض ده بيقعد في بيته، ليه يا عم الحاج انا اعمل له الابلاتيف ده بدمر وشه وقعده في بيته مع 10 ايام اسبوعين، لا اعمل لي الفراكشنال ده وانزله لي ثاني يوم او نزله لي بعد 4-5 ايام. يبقى اذا الابلاتيف والنون ابلاتيف في منهم فراكشنال ونون فراكشنال. اجهزه النون فراكشنال بقت تقريبا موجوده، يعني اللي موجود كله الفراكشنال سي او 2 الفراكشنال ليزر دلوقتي، وهي الايره وهي الصايحه، او يعني ما عادتش صايحه يعني، بس هو الاحسن. تخيلوا كده، ادي واحد وش دوكو كده هصنفر له وشه كله، اخده ابلاتيف ليزر زي سكند ديجري بيرن وقعده بيتهم 10 ايام اسبوعين، ولا الفراكشن الخفيف اللي لنا كلنا بنعمله ده، وتقريبا يعني هيجيب نفس النتيجه في الاخر بس بعدد جلسات اطول، ويقعد في البيت يومين ثلاثه ومفيش ريسك بقى والخوف واللي احنا كنا بنخاف منه زمان، والحاجات المصايب السوداء بقى اللي كانت بتحصل مع الايه، مع الايه
مع الحاجات التانيه الابلتيف دي. ما اعرفش انتوا حضرتوها الابلتيف دي ولا ما حضرتوهاش، بس كان زمان في سي او 2 ابلتيف كده والاتش بي ام ابلتيف والحاجات دي، كانت اجهزه قويه قوي بس كانت مرعبه. طيب انت عملت لي سي او 2 اير بي ام، سي او 2 اير بي ام، طب في فرق ما بينهم؟ اه طبعا. سي او 2 ده 10600 والاير بي ام ده 2940 غلبان، فبالتالي 10600 ده الديجري بيرفكشن بتاعته اعلى، وبالتالي البلس ديوريشن بتاعته اعلى، وبالتالي الديجري بتاعت الايفكت بتاعته اعلى، وبالتالي الماكسيمم ابزوربشن بتاع الوتر بتاعه اعلى، وبالتالي هو النتيجه احسن، وبالتالي الكومبليكيشن اكتر. اعكس كل الكلام ده في الاير بي 2940، الديجري بتاعت البنتريشن اقل، حنين، الثيرمال انرجي بتاعته اقل، الديجري بتاعت البنتريشن اقل، الايفكت اقل، ناخد قاعده جلسات اكتر، بس الكومبليكيشن قليله. هنتكلم على ايه دلوقتي؟ اكلمك على الفراكشن والنون فراكشن، بس كلامي كله هيبقى اكتر على الفراكشن لان هو صحيح حواليه والاجهزه كلها بقت فراكشن دلوقتي، عشان الايه؟ الداون تايم، عشان الداون تايم العام يقدر يروح شغله ويروح يروح يجي ويعمل. بس كده؟ لا. يبقى انت قلت لي عندي ايه؟ عندي ابلتيف نون ابلتيف. طب الابلتيف ايه؟ قلنا سي او 2 وايه؟ وير بي، وفي منه فراكشن نون فراكشن، ما عادش فيه في النون فراكشن، كله كلام على الفراكشن دلوقتي. مايكروثيرمال زونز وتيشو سبيرنج ما بينها وبين بعضها، عواميد نازله، عواميد نازله او كولومز نازله كده، وفي سبيرنج من كل نبضه بيطلع منها كولومز، تمام، وتسيب لك سبيرنج ما بينها وبين بعضها. الموضوع ده حسن لي الخدمه، يعني ان انا بدل العيان ده ما يقعدوا في بيتهم شهر اتنين تلاته، لا والله العيان بتاعي ده سوري اسبوع اتنين تلاته، لا انا قعدوا في بيتهم تلات اربع ايام وانزل يا عم روح شغل، صن سكرينك وبتاع ومظبط امورك وروح شغلك ومفيش مشكله، اقدر استخدم سكين تايبس مختلفه. طب ايه الفرق بين الابلتيف والنون ابلتيف؟ الابلتيف ده جزء من الجلد بيفقد، النون ابلتيف مفيش جزء من الجلد بيفقد. النون ابلتيف اجهزه غاليه، الداون تايم بتاعها مفيش، تخيل مفيش جزء بيفقد، شويه حمار والعيان بينزل شغله ثاني يوم، شويه حمار والعيان بينزل شغله ثاني يوم، مش مبالغه يعني، العيان بينزل شغله ثاني يوم. نتيجه هتفتكر على الاكنس كارت تبقى حلوه، ده مفيش جزء من الجلد بيفقد، ان السميشه بتاع الكولاجين قليل، وبالتالي ده عايز العالم المدلعه بتاعه الفوتو سنسيتيفيتي والفوتو دامج الاكتينيك دامج الانجكتيزيا البوست انفلاماتوري ايريثيما بتاع الاكني، الحاجات اللي المدلعه دي يعني بره مش عندنا هنا. ان عشان اشتغل دلوقتي الايربيم جهاز جهاز جميل وما ياخدش وقت وسريع و و و، بس انت متخيل الوقت اللي بيتكبده المريض عشان اعمل جلسه اكني سكار بالايربيم جلاس، اعمل له 10 12 جلسه، جهاز غالي، هتبقى سعر الجلسه غاليه. فان مثلا انا لو اشتغلت له الار بي ام جلاس ده اللي هو النون ابلتيف، لو اشتغلت له حاجه ابلتيف زي السي او 2 ليزر والسي او 2 ليزر او سي او 2 او الار بي ام فراكشنيتد ار بي ام او فراكشنيتد سي او 2، عدد الجلسات اقل، النتيجه اعلى، المريض بيحس بفرق. بس قصاد كده النون ابلتيف هشتغل في اي سكن تايب، النون ابلتيف هشتغل في اي سكن تايب وانا حاطط رجلي على رجلي ومش خايف. الابلتيف لا مش كده، الابلتيف هحرص قوي في السكن تايب اللي بشتغله، للاسف هبقى مختار ناس معينه اشتغلها. طب هي ايه يا عم انت عمال تصدعني؟ ايه هي الانديكيشن بتاعت الاكنس بتاعت الريسيرش والريجونيشن؟ رقم واحد دي جوفينيشن او ريسيرفس، اللي ما عندوش حاجه وهي تتدلع عايزه تعمل حاجه لوشها، اعمل لها ريسيرفسنج، اقول لها تعملي مثلا 3 او 4 جلسات، الفرق ما بين كل جلسه والتانيه شهر. خد بالك من الكلام اللي هقوله ده، اي مريض لازم يتحضر. طب النون ابلتيف بيتحضر؟ لا، اي مريض في الابلتيف بيتحضر، الفراكشنال ابلتيف اي مريض هيتحضر. يعني ايه يتحضر؟ هيدهن توبيكال هيدروكينون عشان يمنع البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن 1 مانث او 3 ويكس، هيدهن توبيكال ريتينويد عشان يقلل الكوهيزف نسبة بتاع الكراتينوسايتس ويحسن يمنع البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن لان هو بيعمل انهبيشن تايروزينيز. increase the power of density. لا هو الدينستي مش هتعمل لك بيرن، بس هو الدينستي لما بزودها زي ما هقول لحضرتك دلوقتي، هقول لك فكره الدينستي دلوقتي. الالفا هيدروكسي اسيد كلينسر، الفا هيدروكسي اسيد انتي اوكسيدنت سان بلوك، امشي على الموضوع ده لمده 4 مانس، يجي لي المريض ابتدي الجلسات بتاعتي. في موضوع الريجوفينيشن ده جلستين ثلاثه بالكثير ومن كويس. ثاني انديكيشن الفوتو دامج،
وده اكتر في النون ابليتيف. المريض بقى يعني محسوب شويه، عنده شويه حمار، شويه بتاع من الشمس، بقع بتاع، هيعمل النون ابليتيف ده مثلا الاي بي ام جلاس ولا حاجه، هيعمل له مثلا 5-6 جلسات، جلسه كل اسبوعين، المريض ينزل تاني ومفيش اي مشكله، شويه حمار وبيروح. طيب ده اللي لازم يتحضر. لا طيب تالت انديكيشن، الحاجات الابليتيف اللي قلناها البناين سكين ديزيز كلها اللي احنا ممكن نشيلها بالايه، بالابليتيف ليزر. تالت حاجة، رابع حاجة، الأكني سكار. واو الأكني سكار، تفتكر ان الأكني سكار ده بالأبلاتيف ولا النون أبلاتيف؟ طبعا انا رأيي العبد الله الشخصي ان هو بالأبلاتيف طبعا، النتيجة تبقى اعلى واقوى وعدد جلسات اقل. وخد بالك ان الجهاز الأبلاتيف اللي هو الفراكشنال CO2 او الفراكشنال APM اقل في الكلفة من الجهاز النون أبلاتيف. الأجهزة النون أبلاتيف زي الإيبيم جلاس أجهزة غالية وبالتالي جلساتها تبقى غالية، الأجهزة التانية جلساتها ارخص وبالتالي اجهزه، يعني في كوري، في ايطالي، في يعني عندي في امريكاني، تمام، في اجهزه كتير في السوق، فنتائجها اعلى، ولكن يعني ما اقدرش استخدمها، ما اقدرش استخدم النتائجها اعلى، ولكن ما اقدرش استخدمها في دارك سكين تايب. لازم احضر قبلها في داون تايم، العين هيقعد لي 3 4 5 6 ايام في البيت، نون ابليتيف ما فيش الكلام ده. نتائجها في الاكني سكار او ايميل سكار بشكل عام اعلى كتير الابلاتيف عن النون ابلاتيف، تمام. نتائجها في السكار بشكل عام اعلى كتير في الابلاتيف عن الايه، عن النون ابلاتيف ليزر. جميل. بالمناسبه الكلويد والهايبرتروفيك سكار من احسن الحاجات اللي بتستجيب في البلس داي ليزر. عايز اقول لك كده حاجه تحطها في ودنك، اي سكار اول ما يشيل الغرز ابدا له بلس داي ليزر. السكار اول ما يشيل الغرز ابدا له بلس داي ليزر، وبعد كده بعد 6 شهور اجل بقى واشتغل السيليكون بتاعك بقى في كلاس 6 شهور دول، بعد كده اعمل فراكشنال. اي سكار اشتغل لو في امكانيه طبعا اشتغل بلس داي اول ما يشيل الستيتش، تمام. طيب شكرا دكتور رمضان، ربنا يبارك فيك. اول بلس، اول ما يشيل الستيتش اشتغل بلس داي ليزر، نتائج رائعه. هتمنع كمان اللي بقى الكيلويد هايبرتروفيك سكار، ايفن بقى حتى لو جالك هايبرتروفيك سكار ممكن بتشتغلها على الاندياج، تشتغل سوري على البلس داي. كيلويد بتشتغل بقى كومباينيشن ما بين البلس داي والاندياج، وان انت تحقن بقى 5 فلوراسيل والفيربامايل والستيرويد بتوعه كده. طيب نرجع لمرجوعنا. طيب هل الكيلويد ده ممكن اشتغله ابلاتيف ليزر؟ والله ممكن تشتغله ابلاتيف ليزر، هشيله كله بس ده كومبليت ابلاتيف مش فراكشنال ابلاتيف، مش فراكشنيتد ابلاتيف، بكونتينيوس مود، وبشيله كله وممكن اعمل له دريلنج، مش هشيله كله، جاست ان انا اخرمه وبحط الفول كونسنتريشن، حاجه اسمها دريلنج تكنيك، الفول كونسنتريشن بتاع الكينا كورد، اكني بعمل انتراليجنال يعني. ده في حالات الايه، الكلويد او هايبرتروفيك سكار. من حاجات الانديكيشن برضو النيفاي، كل انواع النيفاي، وانا بحب انا يعني ان انا اشيل اي كومباوند نيفس او جانكشن نيفس اشيلها بالابلاتيف ليزر احسن من الكيو سويتش ليزر. التروماتيك سكار طبعا من الحاجات اللطيفه جدا اللي ممكن تعملها بالليزر. خد بالك العين لازم يتحضر في الابلاتيف ليزر، لازم يتحضر في الابلاتيف ليزر، لازم يتحضر في الابلاتيف ليزر. العيان ده هتعمل له الجلسه بتاعته، في عندي حاجه اسمها دينستي، دينستي دي الكثافه نزول العواميد، ازودها كل ما العين ده يكون عنده سيفيريتي اعلى، يعني مثلا ويكون لونه افتح، كل ما يكون هو سكين تايب افتح والسيفيريتي بتاعت الاكني سكارنج عنده عاليه او السكار عنده عاليه، فبزود الدينستي بتاعت بس ده بيطول معايا في الوقت شويه، بزود الدينستي بتاعت المايكرو ثيرمال بتاعت المايكرو بورز اللي نازله دي، تمام. كل ما يكون السكارز اهدى والدبس بتاعها اقل، ومثلا بتتكلم بقى في رولينج سكار ولا سوري في بوكس كار سكار والحاجات الاخف، ممكن ازود اقلل الدينستي بتاعتي، تمام. كل ما يكون السكار دي، كل ما ازود الدبس بتاعي في الشغل، كل ما يكون السكار دي بزود الدبس بتاعي في الشغل، كل ما يكون السكار دي بزود الدبس والفلونس بتاعتي. اقدر اعمل up to 3 passes، بس كل باس اهدى شويه واعمل باص تاني، كل شويه اهدى شويه واعمل تاني. ممكن انا اشتغل لوحده او اشتغل مع كومباوند، يعني مثلا معي بي ار بي سبسيجن في الاكنس، زي ما اتكلمنا بقى في الاكنس كور، اشتغل سبسيجن بي ار بي، اشتغل يعني سوبرفيشال بيل او ميديوم ديبس بيل، ممكن اعمل ديرما بريجن فات فيلر، تمام، او ايفن هيلورونيك اسيد او الحاجات خلاص. الكومبليكيشن طبعا السكارينج، يعني خد بالك عيان بيجي له صوره على طول، يعني بيجي له هيرباتيك هيربس سيمبكس على طول، اديها الاسايكلوفيريوم قعده قبله يومين بعد بالجرعه بتاعته. عيانه مثلا بيجي لها فيها بكتيريا انفكشن بتاعه، واجل ما حبكتش يا اما تديها العلاج.
عيان عندها فوت سنسيتيفيتي، عندها سكين كانسر، عندها هيستوري سكين كانسر، تاخد بالك من الدارك سكين تايب واللي بيدخنه، الهيلينج قليل، ايزوتوتينوين. عشان انا سمعت كتير يعني في ناس بتشتغل دلوقتي مع الايزوتوتينوين، ما فاده عن العاب خربت العاب بالله، وما فاده من القرايه ان لو سمحت اجل. ما هو يعني انت مش هيجرى حاجه ان انت تاجل الست شهور بتوع الايزوتوتينوين، لو سمحت اجل. الليزر هير ريدكشن موضوع تاني، لكن في الريسيرسنج لو سمحت اجل. انا مبني على الادينكسيا اللي انا الايزوتوتينوين ده شغال عليها وعامل لها اتروفي، تمام؟ هو شغال الهيلينج ده كله، لا قدر الله يحصل كيلويد، يحصل هايبرتروفيك سكار، يحصل داون تايم يزيد، مفيش هيلينج يحصل، هتبقى انت اللي في وش المدفع، هتبقى مشكله كبيره. فما حبكتش يعني وانا بشتغل ايزوتراين اشتغل. طب ما هو بيطلع اوريدي لسه جديد، اكن جديد يعني. ما هو احنا ما انت عارف ان حتى بتمشي على الفول دوز بتاع الايزوتراين وتلاقي المريض عمال يطلع له اكن لسه برده. طب يعني حبكت يعني ان انا اشتغل ايزوتراين؟ انا مش متفاهم يعني. يعني هي حبكت ولا شعر ما يطرش؟ مش عارف. فهي ما حبكتش ان انا اشتغل هو ايزوتوتينوين، اشتغل له فراكشن، تمام؟ فممكن اجل واشتغل فراكشن بعد كده زي ما انا عايز اشتغل. كن زمان انت بتقول 4 6 جلسات، لا والله انا هشتغل دلوقتي جلسه كل شهر ونص لشهرين اب تو انفينيتي. يعني انا بقول لك اب تو انفينيتي اللي بتشتغل يعني من 8 ل 10 جلسات على الاقل. المريض بعد كل جلسه بيحط الهيلينج ايجنت، الفيتامين، ياخد فيتامين سي سيستميك، افويد صن لمده 3-4-5 ايام، هيحط مثلا حاجات بقى اكلوسيف، عايز تعمل له اكلوسيف دريسنج مثلا، ده في الابلاتيف بتوع زمان، دلوقتي لا مجرد هيلينج ايجنت مثلا زي الميبو سي كاب والحاجات اللي زي دي، ايموليان سامبلوك بتاعه، ما تعرضش للشمس يعني برضو الشمس ده شامل الهيت بتاع المطبخ اللي تطلع تنشر. انتوا عارفين طبعا احنا عندنا مثلا ما تعرضش للشمس وطلعت تنشر، انا كنت بنشر يا دكتور. طب انت غمقتي يا ستي، فخد بالك من الحاجات دي. زي ما قلت لك الباص معاك 3 او 4 باص، اوكي؟ طيب ده الابلتيف. الكريم دولا كريم بقى في الاخر، احنا سايبينه الاخر. الموضوع اللي يهمنا ده الريسيرسنج، اعتقد احنا غطيناه بشكل او باخر. واعتقد ان ده في تاكه صغيره كده، انا عن نفسي بستخدم الريسيرسنج ده قبل ما اعمل الكيو سويتش ليزر، يعني بيبقى النتائج كويس عشان يحسن نتيجه الكيو سويتش ليزر. بعمله حوالي 2 باص قبل ما اشتغل الكيو سويتش ليزر، خصوصا لما بشتغل في نيفاس القطة وقته، تمام؟ او في البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. نتائجه كويسه قوي عن طريق حاجه اسمها المايكرو سيرمال زون، نتائجه كويسه قوي عن طريق حاجه اسمها المايكرو سيرمال زون، بيعمل ترانس ابيدرمال اليمينيشن للميلانين. يعني هي ثيوريتيكالي مكتوبه وفيها بيبرز كتير. وحقيقه انا بعمل يعني الميلازما، انتوا عارفين الميلازما دي يعني وانس الميلازما اقول له ميلازما والحلول فيها ضعيفه جدا، اوكي؟ الكليجمان فورمولا هو بس وذا بيست مع الكابرون انجكشن او سيستميك، بعض الحاجات الجديده كمان اللي بتشتغل على فاسكولار انسيرت جروث فاكتور. بس يعني الحقيقه احنا بنجرب الفراكشنال سي او 2 نتائجه مش بطاله ابدا، خصوصا في الهيبيدرمال ميلازما. الترانس هيبيدرمال اليمينيشن مايكرو سيرمال زون دي بتاخد الدبرز وتطلع بيها لبره، هي دي الفكره. الفكره بتاعه الفراكشنال او الفكره بتاعه الفراكشنال ليزر، تمام؟ طيب نيجي بعد كده للليزر هير ريدكشن. الليزر هير ريدكشن هنجاوب الاسئله على بعض. ليزر هير ريدكشن نجاوب الاسئله مع بعض. الاسئله اللي بسالها لنفسي، الكروموفور، تارجت كروموفور، ميلانين موجود في الهير شافت، وتولس اكستنت، انتوا عارفين الماتريكس قليل، تمام؟ يبقى الميلانين اللي موجود في الهير شافت واللي موجود في الماتريكس قليل، تمام؟ طيب ركز بقى معايا، ايه الاجهزه يا عم اللي بتشتغل على الليزر هير ريموفر؟ هو انت قلت لي الكروموفور فين؟ الكروموفور في الدرمس. طب هو كل ما يكون طويل كل ما يكون احسن الويف لينث، كل ما يكون طويل كل ما يكون احسن ماكسيمم ابزوربشن، هتقل السكاترنج. هي اف هايبر بيجمنتيشن اكورد ويز فراكشنال هاو تو مانج ذا اف هايبر بيجمنتيشن. هو اساسا يعني هيبقى في مشكله ان حضرتك ما حضرتيش المريض. تاني حاجه حضرتك هتديله avoid strict sun exposure avoidance or strict avoidance sun exposure. هيك هتديله hydroquinone topical for مثلا 3 to 4 weeks على الاقل. هتديله vitamin C topical وsystemic. حضرتك هتديله السامبلوك بتاعه وسيادتك كمان هتديله الفا هيدروكسي اسيدس مثلا، وممكن تعملي له بقى يعني لا بلاش تعملي له حاجه يعني ممكن جلايكوليك بيل او حاجه كده بس بعد يعني. تمام، ده البوست انفلاماتوري بتاع الفراكشن. طيب نرجع لمرجوعنا عشان ما نخرجش بره القصه.
قلنا التارجت كروموفور اللي موجود في الهير شافت وموجود في الماتريكس. الميلانين طيب هي الفكره ايه؟ الهير شافت ده بيقوم هوب واخد الشعاع الليزر ده وحوله ثيرمال انرجي رايحه واصله للايه، للدرما البابيلي، مفجره شويه الماتريكس اللي فيه. مر ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه الميلانين بيبتدي يقل، الشعرايه بتنعم وبتقل، وبدل ما هي ايه زي ما هقول لكم دلوقتي بقى خلاص، يعني دي الفكره يعني. طب ايه الويف لينس اللي بتشتغل؟ خد بالك، واحد دايود ليزر 800 و810، اتنين لونج بالسد اندياج 10 64، تلاتة الكسندرايت ليزر، تلاتة الكسندرايت ليزر اللي هو كام؟ اللي هو 755، اربعة الاي بي ال. يبقى واحد، لا بص اكتينك لايكن دي ما لهاش حل الحقيقة يعني. اللي يعرف لها حل يعني يقول لي، انا ما اعرف لهاش حل صح، انجربت فيها كل حاجه، ما اللي يعرف لها حاجه يقول لي احنا نعملها. يبقى تاني خلينا بس في موضوعنا يا شباب. اول حاجه في هير شافت، في كروموفور واخد الليزر حوله ثيرمال انرجي ضرب لي الماتريكس، تمام؟ هل ده بيحصل من اول مره؟ بيحصل مع الريبيتيشن بتاع الجلسات. جميل قوي. ايه الاجهزه اللي شغاله عندي؟ الدايود رقم واحد 800 و810، اللونج بالس الاندياج 10 64، اللونج بالس الاندياج 10 64، الالكسندرايت 755، الاي بي ال. حلو قوي. من هو المريض الايديال للليزر هير موجود؟ كورس تيرمينال هير هايبر بيجمنتد، كورس تيرمينال بيجمنتد، كورس تيرمينال بيجمنتد، كورس تيرمينال بيجمنتد، كورس تيرمينال بيجمنتد هير في ثين سكن تايب، في ثين سكن تايب 1 و2 و3، كورس تيرمينال بيجمنتد هير في ثين سكن تايب 1 و2 و3. جميل قوي. يعني الفاين هير ما بيشتغلوش؟ لا هنشتغل، وهنقول دلوقتي هنشتغل ازاي. بص اول حاجه احنا قلنا الاجهزه اللي بتشتغل، وقلنا الويف لينس اللي ماشي عليه الليزر، والبالس ديوريشن خلاص احنا خلصنا من قصه البالس ديوريشن. السبوت سايز كل ما علي السبوت سايز، كل ما الدبس بتاع البنتريشن هيزيد، كل ما السكاترنج هيقل، كل ما النتيجه هتبقى احسن. كل ما علي السبوت سايز، كل ما الدبس هيزيد، كل ما البنتريشن هيزيد، كل ما فرصة ان يحصل كومبليكيشن هتقل، كل ما السكاترنج هيقل، كل ما النتيجة اسرع وعدد الجلسات هيقل. جميل قوي. طب معنى كده ما اشتغلش بسبوت سايز ده؟ اشتغل بسبوت سايز، وسعها على قد ما تقدر، خصوصا لو انت بيجينر، وسعها على قد ما تقدر. طيب جميل قوي. هو انا موسعها، انت قلت لي يعني تعملش كومبليكيشن، يعني ايه؟ هو مش في بيزا ميلانو سايت قاعد في الابيدرمس وده نفسه ومون عينه ويف لينس قصير عشان يقوم ماسك فيه هوب تعالى ويحوله لي ثيرمال انرجي ويعمل لي ابيدرمال دامج ويعمل لي بيرن، صح؟ طب انا اتجنب على حاجه من دي ازاي؟ ثلاث حاجات: اعمل ابيدرمال كولينج كويس قوي، اشتغل ويف لينس بروبر يعني يكون لونج بالسد، واعمل ايه سبوت سايز عالي. يبقى الثلاث حاجات دول: اعمل كولينج كويس قوي، واعمل سبوت سايز واسع، واعمل حاجات لونج بالس داخلالي راشقه جوه عشان ايه؟ تعمل لي البنتريشن العالي بتاعي وابقى مطمن وحاطط رجل على رجل. انت قلت لي مين ايديال؟ كورس تيرمال بيجمنتد هير في ثين سكين تايب 1 و2 و3. حلو قوي. طب انا لما يجي لي يعني اعمل ايه؟ اول حاجه اكزامين ذا هير. كورس تيرمال بيجمنتد، ارجع كده وحط رجل على رجل وقول لها ان شاء الله هنعمل ليزر والنتائج رائعه. فاين هير؟ لا فاين هير ده يستحسن ان احنا نعمله حاجه اسمها اي بي ال او الكسندرايت ليزر، والحقيقه كمان تعملوش يبقى احسن، بس خلاص لو هي هايبر تراكوتيك وفاين هير يبقى الكسندرايت ليزر والايه، الكسندرايت ليزر والاي بي ال، ممكن زائد او ناقص الدايود، بلاش الانديا خالص. يبقى فاين هير، يبقى عندك الدايود، عندك الالكسندرايت، عندك الاي بي ال. انا بحب الاي بي ال وموفر وفيسا، ممكن تعمل بيه توتال بودي، ده في حاله الفاين هير. في حاله الكورس هير يبقى عندك الاندياج. الاندياج
حلو قوي في السكين تايب بتوعنا. ليه؟ عندهم بيزل ميلانوسايت، عارفين ميلانوسايتس كلها عددها واحد فينا كلنا، بس عندهم دول ميلانوسوم اكتيفيتي عاليه، والديجري بتاعت الميلانين في البيزل ميلانوسايت في الدارك سكين تايب عاليه، وبالتالي كومبيتيتور يعني عايزه تشم ليزر، فالشورت ويف لينس ما لا يفضل. يعني الالكسندرايت اوعى تعمله في سكين تايب غامق، هيتحرق منك، ما حبوش ما تقوش. تمام؟ هتضطر في شعرها بتنعم بعد شويه وتضطر تستخدمه، هقول لك هتعمل ايه، احنا جايين في الكلام. يبقى احسن واحد تستخدمه في الدارك سكين تايب هو الايه، ال 10 64 بتاع الكورس بيجمنت هير في الدارك سكين تايب. لكن بتاع الفاين هير ابعد عنه، الفاين هير ابعد عنه، الالكسندرايت فاين هير ابعد عنه. يبقى الكورس تيرمينال هير ال 10 64 ده بيحبه قوي. الفاين هير عندك اندياج، عندك سوري الكسندرايت، عندك دايود، عندك اي بي ال. طب السكين تايبس، السكين تايبس الغامقه ابعد والنبي ربنا يسترك عن الالكسندرايت والايد دايود، يعني ممكن دايود زائد او ناقص، بس ابعد عن الالكسندرايت خالص. عندك اي بي ال او دايود. طيب لو هو كورس هير خلاص اندياك. طب لو هو فاين هير هشتغل اي بي ال او دايود. لو مش عندي هشتغل الالكسندرايت، بس هعمل كولينج كويس قوي 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 قبل وبعد واثناء، قبل وبعد واثناء. يبقى اول حاجه المريضه جات لي حددت لون الشعر ونوع الجهاز اللي ينفع. بس اوعى، ده احنا عاملين محاضره كامله على الهيرشيتيزم. اعمل اسسمنت، اسال على البيريود المنسز، شوف في اكني في الماتر اكني، شوف اندرونيك الوبيشيا، شوف سا سندروم، شوف ابنورمالتيز بقى ثانيه فيريلايزيشن. اعمل بقى الاسسمنت اللي حكينا عليه في محاضره الاكني كلها، لازم تعمل اسسمنت. احسن يا عم الحاج تشتغل الجلسات بتاعتك والشعر ينعم، وبعد كده بعد ما تبطل الشعر يرجع تاني تقول لك انت كنت فين يا دكتور، انت كنت بتسرقني عايز تاخد فلوس وخلاص. لا، اعمل هرمونا اسسمنت، حكينا وعدنا واستفدنا فيه. نرجع لمحاضره الهيرشيتيزم ونشوف احنا ايه كنا بنعمل هرمونا اسسمنت ازاي. شفنا الست، عملنا الانديكيشن، عملنا حددنا نوع الشعر ونوع الجهاز اللي هشتغل بيه، حددت ولا لا، ابتدي ايه اشتغل. بس كده لا، فهمها انه ليزر هير ريدكشن مش ليزر هير ريموفل. فهمها يا مؤمن انه ليزر هير ريدكشن مش ليزر هير ريموفل. يعني ايه؟ يعني ليزر هير ريدكشن ده انا مش بودي الشعر خالص، انا فكره عمل الليزر ده يا ست الكل ان انا اعمل لك من 5 لـ 8 جلسات، كل جلسه على الاقل شهر. ليه؟ عشان ادي فرصه للانجين هير اللي هو اكتر واحد بيعشق الليزر، مش اسبوع ولا التاني ولسه في الكاتاجين واشتغل ليزر عشان اجيب فلوس. اوعى، النتيجة قليلة، عدد جلسات أكتر، اللي هتفق المصداقية بتاعتك لأنها تسمع الحقيقة من حد غيرك. الجلسة على الأقل كل شهر عشان تكون ضمنت إن أنت في الأناجين هير. أوعى المريضة تكون بتستخدم حاجة بتجيب من الإيه؟ من الجدر زي ما بنقول لها كده، يعني لا في فتلة ولا في سويت ولا في واكس. المريضة دي بتشتغل على الشيفنج طول الجلسات وأنت شغال. وكده كده تمام؟ وكده كده بتسيبهولك أسبوعين قبل ما تجيلك، حلو؟ طيب. بس كده لا، خد بالك انا حددت نوع الشعر، حددت السكين تايب، قلت الجهاز هعمل لك يا ماما من 5 لـ 8 جلسات شعرك هينعم، وبدل ما هو بيطلع كل شعر كل اسبوعين هيطلع لك كل 3-4 شهور. يعني انا هفضل اعمل ليزر طول عمري يا دكتور؟ ايوه حضرتك هتفضلي تعملي ليزر كل ده، لما تيجي لنا كل 4-5 شهور المشكله يعني كل ما يطلع تيجي نعمله. طب هو يعني هو ايه المشكله؟ يعني هو هينعم بس؟ طب انا احس بايه في الجلسات؟ بعد اول جلسه بدل ما هو بيطلع بعد اسبوع هتلاقيه بيطلع بعد اسبوعين، هتلاقيه يطلع ويقع، هتلاقيه يطلع انعم ولونه انعم. وبعد كده سبت يا في الاخر بيعمل لي باي وسيله بقى، وكل 5-6 شهور مره لما يطلع قوي يبقى تعالي ايه نشيله لك. مش عايز اعمل ايه فتله، اعمل ايه واكس، اعمل ايه بعد ما اخلص الجلسات بتاعتي، مش مشكله. طب يعني هو انا ممكن استغنى عن الحاجات دي واعمل ليزر طول عمري؟ اللي يبقى احسن اعمل هرمون الاسسمنت تاني، اعمل هرمون الاسسمنت. يبقى 5-8 جلسات كل 21 يوم، ده مظبوط؟ لا مش كل 21 يوم، هو كل شهر على الاقل، على الاقل. ده في ناس بتقول كل شهرين، كل شهر على الاقل من 5-8 جلسات الشعر هينعم، كثافته هتقل، لونه هيقل، بدل ما هو بيطلع بعد اسبوع او اسبوعين هيطلع بعد كده. وبعد كده هتحتاج اعمله ليزر تاني؟ اه طبعا، انت هو الليزر ده واقي وراكي، يا اما خلاص هتعملي فتله والحاجات دي اوكي طول العالم، بس مش هتعملي يعني الشعر مش هيروح خالص، مش هيكسر الشعر هيروح خالص. لا ده باثولوجي، الشعر هيرجع لها تاني، خد بالك من دي. طيب بس كده لا، لو سمحت من فضلك ما تشيليش الشعر باي وسيله تشيل من الجدر، لا واكس ولا سويت
ولا الجبن من العفريت. طيب كورس تيرمينال بيجمنتد هير اشتغل اندياج في عيان غامق. طب عيان فاتح اشتغل برضو احسن اندياج، بس ممكن اشتغل اليكس وممكن اشتغل، مش خايف من حاجه. طيب فاين هير عيان غامق وفاتح، الفاتح خلاص ان الالكسندرايت والدايود والاي بي ال، عيان غامق يبقى لازم اندياج، لازم اندياج، بس ساعتها اعلي الفلوس واعلي البلس دوريشن. طب انا بعمل ايه؟ انا بشتغل على الليزر، حطيت الجهاز بيربنديكولار كده لازم، ضربت الجلسه بتاعتي، ظبطت الفلوينس. الاول ببتدي بفلوينس متوسط، ابتدي بعدسه واسعه وابتدي بفلوينس متوسط، لو بشتغل اندياج عدسه 20 مثلا ابتدي بفلوينس مثلا من 25 ل 30، بعلي 2 او 2.5 حسب الجهاز وظبطة الجهاز اللي عندك كل مره. لازم بعلي بفلوينس لان البيجمنت بيقل فبيحتاج طاقه اعلى بين كل جلسه والتانيه، وبقلل تاتا تاتا في البلس ديوريشن، تبقى في الامان مع العيانين المصريين الغامقين، ما تقللش البلس ديوريشن. كل ما كان البلس ديوريشن عالي في الليزر هير احفظها حلقه في ودنك، كل ما تكون انت في الامان تقلله مع العيان الغامق. كل ما الشعر ينعم كل ما انت محتاج تقلل البلس ديوريشن، كل ما الشعر ينعم كل ما انت محتاج تقلل البلس ديوريشن بين كل جلسه والتانيه. طيب اشتغلت وضربت ودبر بنديكلر، اوعى تعمله كده، ده بيربنديكولار وضربت النضايه، ايه اللي المفروض اشوفه؟ الايديال، الايديال الاقي الشعره نطت في وشي، جت منين؟ الايديال، الايديال لو هي كورس وتنمي وانا شغال اندياج وظابط الفلوين صح هتلاقي نطت في وشي. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن تتلسع لسعه خفيفه على السيرفس وتبقى في حاجه اسمها بيريفوليكولار اديما وايريسيما، بتقعد مثلا دقائق، بيريفوليكولار اديما وايريسيما، انت كده ايديال، انت زي الجوز سكين كده، انت ما حرقتهاش، انت كده ايديال، انت كده ايديال، اوكي؟ طيب طب افرض هو ده بيحصل في كل الناس، لا حيلا، يعني انت شغال كويس جدا، لا حيلا، فلذلك مش تدي تك وحاطط رجلك بقى لحد ما تشوف البيرفكت القديمه والرسيمه، ان شاء الله انت حرقتها وهتفضحك ان شاء الله. اوعى تعمل باص ستاك، عايز تعمل زي ما اتفقنا في اي حاجه، عايز تعمل باص ثانيه تعمل الباص الاولانيه تبرد وتعمل الباص الثانيه. ساعات في اللي هم الكورس تيرمينال هير والتقال قوي واللي عندهم هرمون ادرينالين تحتاج باص واثنين وثلاثه، تمام؟ خصوصا الشعر اللي هنا، وخصوصا ممكن بقى لما الشعر يبقى فاين قوي برضو تحتاج الموضوع ده. دايما انت بتشتغل اول 3 4 جلسات بالاندياج الشعر يبقى فاين، تقوم قلب المريض على بقى على دايود اي بي ال الكسندر، تكمل بقيه جلساتك كده. يعني خمس ثمان، من 5 ل 8 جلسات، بعد كده بقى خليه يجي لك كل 6 شهور مره او كل 5 شهور مره، كل 4 شهور مره، حسب انت واتفاقك. عملت الكلام ده وعملت الباص السكند والثيرد باص بتوعك مفيش اي مشكله، بريفريكولار قديمه ورسيمه شفتها، ما تقعدش شغال كده لحد ما تشوف بريفريكولار قديمه ورسيمه وما تروحش في داهيه، بتبقى مصيبه، هتحرق العيان. الشعر الغامق ولا احسن؟ احمر يا ابن الناس، بني يا ابن الناس، ما تشتغلش. الشيفنج قبل الجلسه يومين او ثلاثه، او ممكن تعمليه قبل الجلسه بيوم او اثنين، او تعمليه الصبح في الاول عشان خبرتك بتبقى ضعيفه، ما تشيلش الشعر زلطه، ما تشيلش الشعر زلطه، سيب نمانم كده على السيرفس وقسم على قد، يعني هات ورق، هات قلم ابيض كده اللي هو منقسم بيه، وقسم على قد السبوت سايز، بحيث ان انت ما تعملش اوفرلاب وتلسع عيان، وما تعملش سبيرنج، يعني حتت تتعمل وحتت ما تتعملش، فانت تقسمه مربعات كده على قد السبوت سايز واشتغل على كل واحده، مش عيب ابدا في الاول، مش عيب ابدا في الاول لحد ما تبقى ايه بروفيشنال، عشان ما تعملش سبيرنج وبعدين تعمل اوفرلاب، مسموح لك باوفرلاب 5 ل 10% عشان ما تحرقش العيان. اتفقنا؟ الكلام ده تحطه حلقه في ودنك ما يروحش ابدا. خلاص بعمل من 5 ل 8 جلسات، هتنزل تشيل الشعر للشيفنج امتى؟ ممكن وهي جالك الصبح ما جراش حاجه، تمام؟ تقوم شايل لك الشعر، هي بتسيبه وقبل ما تيجي تقوم شايلها شيفنج قبل ما تيجي، قول لها سيبي لي كده على السيرفس في الاول، يعني سيبيني امان، يعني ما تسيبوش زلطه، يعني ما تسيبوش سيراميك عشان ابقى شايف وانا شغال. اتفقنا؟ طيب ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ سكارنج، يعني لو انت غشيم قوي ومختار بقى وشغال شغال شغال معلي الفلوينس ومقلل البلس ديوريشن وبتاع، يعني الفيرست اللي يحصل بيرن، يحصل منه سكار في الهير، صعب قوي. تيمبوري هايبر بيجمنتيشن في الاغلب ده اللي بيحصل وبيروح على طول، ممكن نعالجه بهايدروكين او حاجه زي كده. بيرمننت هايبر بيجمنتيشن لو هم بلاي عليك. بيريفيريكال قديمه وريسيما دي مش كومبليكيشن، دي حاجه كويسه، دي كلينيكال فاين. البيرن لو انت عملت ستاك، انا ضغطت كذا بلصه وانت واقف مختار مثلا بتشتغل الالكسندرايت في عيان غامق، فحضرتك البيزا ميلانو سايت اتلدعت فعملت له ابيدرمال سلافنج مثلا، ممكن تشوف طب اعمل ايه ساعتها؟ توبيكال سترايت، هيلينج ايجنز الميبو، فيتامين سي، ممكن لو الموضوع سيفير قوي تديله ايه مثلا سيستميك ستيرويد، ممكن انتي بايوتيك كمان انتي ستيف.
ذا مارك وسبين دازنت. لا الابيض مش هيعمل تاتو، لكن اوعي حضرتك تعملي بالغامق او الثابت يعني، وده كمان هيلسع مش حكايه تاتو بس، هياخد وهياخد مثلا ياخد ليزر ويلسع عليه تمام. فحضرتك تعلمي بالابيض فقط لا غير، الصيني ده والكوري فيه حلو قوي تمام. طيب احسن شعر بيستجيب، احسن شعر بيستجيب شعر الليج وشعر الفيس المنطقه دي، او شعر بيستجيب اللي على سبكتين استشوبه الثاي الحته بتاعه الباك عشان الهيلينج الفيتامين سي، عشان الهيلينج ده في حالات البرد. مفيش حاجه اقولها للعين، اقول له مثلا يوم او يومين ما تعرضش للشمس، يعني يوم خصوصا في الدارك سكين تايب تمام، يوم واحد بس ما تخافش منه خالص، امان في الاغلب يعني الكومبليكيشن اللي بتحصل. حاجه مهمه قوي البارادوكس، البارادوكس ده انت حضرتك شغال في مكان وعملت جلسه واتنين وبعدين فجاه طلع انت شغال هنا بدا يطلع الشعر يطلع هنا، ايه ده اللي حصل؟ او بعد ما خلصت جلساتك بدا يطلع شعر في اماكن تانية مش موجود، اعمل ايه؟ اديله هيدروكينون لمده شهر، اعمل ايه؟ اخ بارادوكس، ارجع ورا خطوه ممكن يكون عنده هرمون الابنورمالتي، ارجع ورا خطوه ممكن يكون عنده انت يعني شغال بسبسرابيوتك عمل ستيميوليشن للهير فوليكل تمام. فدايما ابقى برد الحته اللي حوالين الايه اللي انت بتشتغل فيها، انا بشتغل هنا ابرد حواليه، اشتغل هنا ابرد حواليه وانا شغال. البري والانترا والبوست كولينج مهم جدا 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 جدا، البري والانترا والبوست كولينج مهم جدا 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 جدا. هجالك هايبر، طب اعالج الهايبر تريكوز ازاي؟ البارادوكس هايبر تريكوز، اشتغل ليزر شوف لو فيها منار البرنامج تصلحها، ولها ورد انه هيحصل كده، وتكمل بقيه جلسات الليزر بتاعتك وتديها الايه الايزوتيزوين. انا برضو ما بشتغلش المريض بياخد ايزوتيزوين ليزر هير ريدكشن وهفضل ما اشتغلش، ولكن حقيقه هو الكلام الجديد انك تقدر تشتغل، ممكن بتريح يومين ويومين بعد يعني تقدر تشتغل. من تاني يوم اعطيه يا دكتور ده في حاله لو حصل بوست انفلاماتري، حضرتك تعطيه من تاني يوم يعني في لو حصل بوست انفلاماتري بتاع، لا بتشتغل استني، لو هو تيمبوري هيروح في خلال اسبوع ل 10 ايام، لو هو بيرمننت وقعد بعد كده تدي له الهيدروكينون لمده شهر على الاقل تمام، وتدي له افويد الصن والكلام ده. طيب انا معلش انا النهارده طولت عليكم، واعتقد يعني عملنا سمبليفيكيشن لموضوع الليزر ده سريعا كده. واشوفكم دايما بكل خير وتصبحوا على خير، وارجو ما انا كنتش تقيل عليكم تمام. السلام عليكم.